السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دكتور محمود شريف وحضراتكم. وبإذن الله تعالى في الفيديو دوت هنعمل مع بعض الشرح سريع جدا وتفصيلي لدرس رقم 5، درس التمبراتشر. وإن شاء الله تعالى في الفيديو دوت هيكون مع حضرتك 4 دروس في فيديو واحد: الدرس الخامس التمبراتشر، والدرس السادس السولار راديشن، والدرس السابع البريشر والفلويد، وكمان الدرس الثامن درس السوليوشن. ان شاء الله تعالى فيديو ما يزيدش عن ساعه، ساعه وربع باذن الله، هيكون في شرح كل حاجه. طبعا اغلب الفيديو هتلاقيه على التمبراتشر اللي هو الدرس الاولاني اللي هيشرح تفصيليا، وباقي الدروس طبعا هتلاقيها مراجعه ان شاء الله تعالى تقدر تلم لك كل حاجه قبل امتحان الشهر. طبعا في فيديو قديم في اول 4 دروس اللي هم الووتر والدانستي و الادابتيشن والاتموسفير اللي هو الاكسجين والكربون دايوكسيد، ده موجود على قناتنا على اليوتيوب دكتور محمود الشريف، وكمان على الموقع بتاعنا www.msbiology.com هتلاقي عليه كل فيديوهات حل الهوم ورك بتاعتنا. اكتر من تقريبا 1000 سؤال حليناهم مع حضرتك من كل المصادر المتاحه، سواء اسئله الوزاره، سواء اسئله التقييمات الاسبوعيه، سواء اسئله الواجبات المنزليه، سواء اسئله كتب خارجيه، سواء اسئله الكتاب المعاصر، كل حاجه، سواء اسئله احنا حلفناها لحضرتك، سواء الكويزات القديمه اللي احنا امتحناها، كل ده موجود شرح تفصيلي كلمه كلمه. ده يقدر يفهمك كل الافكار ويقدر يخليك دماغك تشتغل كويس عشان امتحان الشهر وعشان امتحان الايفون بعد امتحان الشهر بتاع المدرسه. خلينا نخش في التفاصيل ونبدا مع بعض نفكر مع بعض. بيقول لحضرتك هاف يو ايفر ووندرد، هل دايما او هل عمرك فكرت ليه التمبراتشر او ازاي التمبراتشر بتاثر على الكائنات المائيه؟ خليني اقول لك ان احنا بنشرح الدرس دوت مش نصيا، انا بفكر معاك بمعلومات قديمه وبربط لك كل حاجه. احنا خدنا في درس السولار راديشن، درس بتاع اشعه الشمس اللي هو الدرس السابع، ان فعلا في بعض الكائنات المائيه بتتاثر بالحراره. يعني ايه يا دكتور؟ يعني مثلا خلي بالك اللي انا بقوله ده هتلاقيني بكتب لك حاجات زياده وهي مكتوبه تحت كده كده في الكتاب. مثلا في حاجه زي سمكه التونه فيش، التونه فيش يا دكتور كانت بتحب الاماكن الدافيه، ما ينفعش تحطها مثلا في البولر في الاماكن القطبيه في روسيا، لا، وديها في الاماكن القريبه من الاكواتور من خط الاستواء عشان هي بتحب الدفى. في سمكه ثانيه اسمها سمكه القد، القد بتحب الكولد، والكولد يعني ساقعه، فبالتالي وديها اماكن البولر القطبيه. في مثلا الكورال ريفز، الشعاب المرجانيه، الشعاب المرجانيه يا دكتور بتتاثر بالحراره، ليه؟ عشان هي محتاجه شمس عشان تعمل عمليه فوتو سينثيس بروسيس وتفضل عايشه، فوديها الاماكن الدافيه، وديها الميه الدافيه. طب يا دكتور لو وديتها ميه ساقعه، يعني لو وديت الكورال ريفز مثلا مناطق بولر، مناطق قطبيه، مش هتعيش ومش هتعمل فوتو سينثيس بروسيس فهتموت. طب لو وديت الكورال ريفز اماكن فيها الجو حر جدا، جلوبال وورمنج يعني احتباس حراري، حراره عاليه جدا، فديت في الحراره عاليه هتسخن وهتموت، هيحصل لها دس. يبقى كده هل الحراره بتاثر على الكائنات المائيه؟ اه طبعا بتاثر، كل كائن محتاج حراره معينه، فبالتالي نبدا نشوف هو ايه تاثير الحراره على الميه. طيب تاني حاجه بقى بيقول لحضرتك هو ليه الاوشن المحيطات بتفضل دافيه حتى بعد ما الشمس، بعد لما الشمس تختفي؟ يعني ايه بعد ما الشمس تختفي؟ يعني الكلام ده يبان عنك، يبان لك قوي في اسكندريه مثلا، مش هقول لك محيطات، في البحر حتى الميه، يعني لما ماما تيجي تقول لك ايه انزل الشمس الصبح عشان الميه دفى. طب انت عارف لو جيت تنزل الشمس بعد المغرب بشويه، يعني بعد ما الشمس نزلت، هتلاقي الميه برده دفى مش ساقعه قوي. طب ليه يا دكتور؟ ليه الميه لسه دافيه مع ان الشمس مشيت؟ قال لك الميه عندها حركه صايعه موت. الميه اللي هي H2O، طبعا احنا فاكرين الووتر كانت بترتبط مع الووتر، مع الووتر ببوند اسمها هيدروجين بوند. الهيدروجين بوند دي يا جدعان، الهيدروجين بوند اللي هي بتربط الووتر مع الووتر مع الووتر، بتخلي الميه عندها حاجه اسمها هاي سبيسيفيك هيت. يعني ايه كلمه هاي سبيسيفيك هيت؟ خليني اكتبها لك وبعد كده هو ده ترجمها لك. هاي سبيسيفيك هيت يعني هاي سبيسيفيك هيت يعني الميه، انا كاتبها لك على فكره بالعربي، هاي سبيسيفيك هيت المثلث ده معناه معناه هيت. يعني بيقول لك الميه بتكتسب الحراره بصعوبه، فبتسخن بصعوبه وبتفقد الميه، وبتفقد الحراره، انا اسف، بصعوبه مش بتفقد الميه، بتفقد الحراره. يعني ايه؟ يعني انت الصبح لما تيجي تحط يا باشا، لما الشمس تيجي على الميه، فالميه بتاخد وقت عشان تكتسب الحراره، ما بتكتسبش الحراره بسهوله. يعني بالبلدي كده مش اي حراره تنزل على الميه هتسخنها، لا، لازم تاخد وقت. وبما ان الميه خدت وقت عشان تسحب الحراره، انا خدت وقت كبير قوي عشان احوش الحراره دي، فده معناه ان انا هفقدها بسهوله؟ لا، ده انا عشان اطلعها هاخد وقت برضه وهاخد مجهود برضه. عارف زي ايه؟ مثلا واحد بيحوش فلوس، فعشان يحوش 100 جنيه قعد يحوش جنيه فوق جنيه فوق جنيه فوق جنيه فوق جنيه، فخد وقته على ما حوش ال 100. هل بقى لما يجي هيصرفه 100 واحده؟ لا، ده هيصرف جنيه جنيه. يبقى بياخد الميه بتاخد الحراره بسهوله بصعوبه،
وبتصرفها او بتفقدها بصعوبه. فبالتالي يقول لك ايه، الميه عامله زي الخزان، ريزرفوار. يعني ايه ريزرفوار؟ خزان. يعني ايه خزان؟ يعني الميه انت بتديها الصبح حراره صح، هي تقعد طول اليوم عماله تاخد الحراره تحوشها تحوشها. ليه؟ عشان الدنيا بالليل لما الشمس تمشي تفضل الميه لسه معاها شويه حراره وتبدا تفقدها حبه حبه، ما تفقدهاش كلها مره واحده. فبالتالي هي اكتسبت الحراره واحده واحده فما سخنتش بسرعه، وفقدت الحراره واحده واحده فما بردتش بسرعه. يبقى الميه عقله، مش مندفعه. مش اول ما تديها حراره تسخن، ومش اول ما تشيل منها الحراره تسقع، لا اديها حراره هتاخد وقت شويه عشان تسخن. شيل الحراره مش هتسقع في ساعتها، هتاخد وقت شويه عشان تسقع. يبقى لازم ناخد بالنا من الموضوع ده كويس جدا، ان انت لو الشمس غابت، الشمس لما تغيب الميه مش هتسقع في ساعتها، لا هتاخد وقت. طب ليه هتاخد وقت؟ لان هي لسه محتفظه بحراره من اللي كانت عندها الصبح من الشمس او من السولار راديشن. برضو نفس الكلام قال لحضرتك، بص كده اهوت، لو احنا حطينا مثلا ايه في يوم شمس، الهواء اللي حواليك هيبقى سخن، بينما لو حضرتك واقف في الميه فالهواء اللي في الميه هيكون ساقع. طب ليه يا دكتور مش فاهم؟ قال لك بص، لو انت واقف على الرمله، واقف على الرمله اهو، فالرمله مش زي الميه، الرمله بتكتسب الحراره بسهوله وبتفقد الحراره بسهوله، يعني الرمله بتسخن بسرعه وبتسقع بسرعه، فالرمله اول ما يجي لها شمس هتسخن. فيبقى انت واقف على الرمله هتحس ان الرمله سخنه والهواء سخن، الهواء اللي عند الرمله سخن. انما بقى الهواء اللي عند الميه، الميه بتكتسب الحراره بالراحه، فبالتالي هتسخن على طول؟ لا مش تسخن على طول. فيبقى كده الهواء اللي فوق الميه مش سخن قوي، نص نص، كولر. يبقى نتفق مع بعض على حاجه، لو انا مثلا جيت قلت لك ايه، ادي ساند، ساند يعني رمله، وادي ووتر يعني ميه، ودي نازل عليها حراره ودي نازل عليها حراره، مين هيشفط الحراره بسرعه؟ الرمله. مين العائل الراسي؟ مين العائل الراسي اللي هو بياخد واحده واحده ويفقد واحده واحده؟ الميه. فبالتالي الساند متسرعه، هتاخد الحراره كلها بسرعه فتسخن. طب الميه هتاخد الحراره واحده واحده، فبالتالي مش هتسخن قوي، لا هتفضل لسه فيها طراوه. يبقى الهواء اللي فوق الرمله هيبقى سخن، بينما الهواء اللي فوق الميه هيبقى لسه اسقع شويه. طيب خلينا بقى نبدا نشوف مع بعض، والكلام اللي انا كتبته لك نبدا نقراه. اولا الميه عندها حاجه اسمها سبيسيفيك هيت. يعني ايه سبيسيفيك هيت يا دكتور؟ ان هي عشان تكتسب حراره محتاجه حراره كبيره. يعني بالبلدي كده الميه عشان تسخن مش اي حاجه تسخنها. الجمله اللي بقولها دي مهمه، الميه عقله، الميه راسيه، مش اي حد كده يدي كلمتين في ودنها تسخن، لا بتسخن بعد مجهود كبير. فيقول لك السبيسيفيك هيت الحراره المخصوصه للميه عشان تسخن حراره عاليه. سبيسيفيك هيت بتاعت الووتر از هاي مقارنة بأي حاجة تانية. يعني المية علشان تسخن، المية عشان تسخن محتاجة حرارة عالية. حرارة عالية قد إيه يا دكتور؟ 4200 جول لكل كيلو جرام عشان ترفعها 1 كلفن. واحد قال لي دكتور معلش، جول ده اللي هو المجهود أو الحرارة، وكيلو جرام اللي هو وزن المية، والكلفن دي اللي هي التمبراتشر، وحدة قياس التمبراتشر. يعني انت عشان ترفع المية درجة حرارة واحدة، لو معاك كيلو مية، معاك كيلو مية عايز ترفع درجة حرارته درجة مئوية واحدة، يعني هو مثلا كان 90 عايز تخليها 100، محتاج انرجي مجهود يساوي 4200 جول. طبعا مجهود كبير جدا. يبقى كده بالبلدي المية عقلة. عقلة يعني ايه؟ عشان تخلي واحد عاقل يقوم يضرب صاحبه بالبنية، مش اي كلمتين يسخنوه، انت لازم تعمل له خازوق واثنين وثلاثه وتزن في ودنه مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته عشان يسخن ويقوم يتحرك. فالميه عندها سبيسيفيك هيت عاليه. يعني ايه سبيسيفيك هيت عاليه؟ عشان تهيت، عشان تسخن محتاجه هاي، محتاج حراره عاليه. خلاص؟ طيب نبدا نشوف بقى مع بعض، عندنا كلمتين عايزين نفرق ما بينهم، ان بيقول لك ان بعض البشر بيتلخبطوا ما بين كلمه كميه الهيت، كميه الحرارة، والتمبريتشر اللي هي درجة الحرارة. في فرق بين كمية الحرارة ودرجة الحرارة؟ واحد قال لي لا هو هي، قلت له لا مش هي هي. بص بقى في اختلاف ما بينهم. طب ايه الاختلاف ما بينهم عشان لو جالك في الأسئلة بتاعة نماذج الوزارة؟ قال لحضرتك بص، عشان تفهم الفرق ما بين كمية الحرارة ودرجة الحرارة، أنا أقول لحضرتك أولاً في مفهوم لازم تعرفه الأول. المفهوم ده بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن أي أوبجكت، يعني مثلاً كورة، مية، أي حاجة، أي حاجة، أي أوبجكت في الدنيا خلاص، أو أي نظام، النظام ده بيتكون من مجموعه مولكيولز كتيره او مجموعه بارتكلز كتيره، انورمس نمبر اوف بارتكلز،
يعني جزيئات كتيره. الجزيئات دي كلها، بص الجزيئات دي كلها اولا مش لازقه في بعضها، في سبيس، في فراغات ما بينها، يبقى هما سبيس. سبيس دي يعني ايه؟ يعني بعيد عن بعض سنه. وكلهم بيعملوا كونستانت موشن. يعني ايه كونستانت موشن؟ كلهم بيتحركوا في مكانهم. يعني ايه بيتحركوا في مكانهم؟ يعني دي عارف عاملين زي الرقاصه، واقف عامل كده. انت لو بص عليها من بعيد مش هتشوفها بتتحرك لان هي واقفه مكانها. بص انا مش بتحرك كده وارجع كده، انا واقف مكاني، انا بعمل موشن، انا بعمل حركه في مكاني كده اهو. فبالتالي لو انت بص على رجلي هتحس ان رجلها ثابته، رجلها ما بتتحركش، بس انا بتحرك حركه ثابته. واحد قال لي ازاي حركه وثابته؟ يعني حركه في مكاني. فيقول لك ان اي جسم بيكون عباره عن مجموعه بارتكلز بينهم فراغات، وكل واحد فيهم عمال يعمل زي فايبريشن، بس فايبريشن ايه؟ في مكانه، فانت مش واخد بالك ان هو بيتحرك. طيب كميه الحركه دي، كميه الحركه اللي هو بيعملها دي بيسموها الانترنال انرجي. الانترنال انرجي، الانترنال انرجي دي تساوي ايه؟ تساوي حاجتين، تساوي الطاقه الداخليه للجسم اللي هي، بص اللي هي ايه بقى؟ البوتنشال انرجي، واقول لك يعني ايه بوتنشال انرجي، وكمان الكايناتيك انرجي. بعد قال لي طب يعني ايه بوتنشال انرجي ويعني ايه كايناتيك انرجي؟ قال لك كايناتيك انرجي، كايناتيك يعني حركه، يبقى البارتكلز دي بتتحرك. طب هل وهي بتتحرك وهي بتعمل كايناتيك انرجي وهي بتتحرك كده اهو، هل في اي بارتكل مشي من مكانه؟ يعني مثلا البتاع اللي عماله تعمل فايبريشن دي، دي 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 هتقعد تعمل كده اهو، هل ينفع دي تيجي مكان دي؟ لا. طب ينفع دي تعمل زز كده تيجي مكان دي؟ لا. فهناك حركه وهناك ثبات. دي بتتحرك كاينتيك انرجي، وفي نفس الوقت مكانها ما اتغيرش، يبقى ليها طاقه، الطاقه ديت اللي مثبتاها مكانها. يعني ايه؟ يعني عماله تعمل كده اهو، ده كاينتيك انرجي صح؟ كاينتيك انرجي بكتافي، كتافي بتتحرك كاينتيك انرجي، انما رجليا ثابته على الارض، يبقى انا بعمل مجهودين، مجهود ان انا افضل ثابت، مجهود ان انا افضل ثابت في نفس الوضع، يعني رجليا ما تتحركش، ده اسمه بوتنشال انرجي، ومجهود بكتافي اللي هو الحركه كاينتيك انرجي. فلما اجي اقول الطاقة اللي الجسم بيعملها، أنا جسمي هو بيعمل كام طاقة؟ طاقتين، الطاقة الأولى بكتافي إن هو بيتحرك كاينتيك انرجي، والطاقة الثانية إن رجليا بتقاوم وثابتة، فعاملة حاجة اسمها بوتنشال انرجي. يبقى كده لكل جسم، أنا جسمي أهو، أنا كجسم أهو، جسمي ده عبارة عن حركتين، حركة من فوق كاينتيك، وحركة من تحت، مش حركة بقى، وثبات من تحت اللي هو بوتنشال. يبقى كده كل جسم ليه حاجتين، ليه بوتنشال انرجي وكمان كايناتيك انرجي. البوتنشال انرجي دي اللي هي البارتكلز واقفه في مكانها مقارنه بالباقي، يعني كل واحده ثابته بعيد عن الثانيه، يعني كل واحده فيه فراغ بينها وبين الثانيه. عارف لو ما فيش بوتنشال انرجي، يعني لو ما فيش طاقه ثبات، كان ايه اللي هيحصل؟ كانت دي وهي بتتحرك هتخبط في دي، كانت دي وهي بتتحرك هتخبط في دي، لا هم ما حدش بيخبط في الثاني، هو كل واحده في مكانه بس بيتحركوا كده اهو. يبقى فوق بكتافي اهي الحركه اللي فوق دي كايناتيك انرجي، وثبات رجلي اللي تحت بوتنشال انرجي. دي كده الطاقه بتاعت جسمي. طيب لما جينا نبص بقى، قال لك بص كميه الهيت، كميه الحراره هي الانرجي اللي هتتنقل من او الى او من خلال الاوبجكت لو التمبراتشر اتغير. يعني ايه لو التمبراتشر اتغيرت؟ خلينا افهمها لك بالبلدي كده اهو. لو حضرتك مسكت قلم سخن ايه اللي هيحصل؟ بالبلدي هتتلسع، بس انت عمرك ما فهمت ايه اللي حصل. تعالى افهمك كده اللي بيحصل بالراحه. بيحصل ظاهره اسمها ديفيوجن. اقول لك انا يعني ايه ديفيوجن. بص ديفيوجن يعني انتشار، خليني افهمها لك بشكل سهل موت. لو حضرتك في قاعده بتقول دايما الهاي الغني بيدي الفقير، الهاي بيدي اللو، اللي معاه بيدي اللي مش معاه. يعني ايه اللي معاه بيدي اللي مش معاه؟ يعني مثلا لو حضرتك لا قدر الله معاك 100 جنيه وصاحبك معاه ولا جنيه، انت 100 وهو زيرو، فالرجوله والجدعانه تقول ايه؟ الرجوله والجدعانه تقول ان انت تدي له 50 فتبقى انت 50 وهو 50، يعني الغني يدي الفقير. القاعده ديت اسمها ديفيوجن. ديفيوجن يعني ايه؟ ان الهاي بيدي اللو، اللي معاه بيدي اللي مش معاه. فانا مثلا لو جيت قلت لك ماذا سيحدث لو حضرتك مسكت كوبايه شاي موحوحه؟ تلقائي هتقول لي يا دكتور انا هتلسع. بس انت عمرك فكرت هتتلسع ليه؟ لا يا دكتور انا عارف ان انا بتلسع بس انا بصمجها. طب تعالى افهمك انت بتتلسع ليه؟ كوباية الشاي التي درجة حرارتها 100، مية بتغلي، وانت ايدك درجة حرارتها، ايدك الهاند 37. احنا قلنا دايما الغني بيدي الفقير، فمين اللي معاه حرارة؟ الشاي معاه 100، ومين حرارته اقل؟ ايدك 37، فالحرارة هتتنقل من ال 100 لل 37. ف
فبالتالي الحراره تتنقل من الشاي لايدك فايدك تتلسع. يبقى كده الحراره هتنتقل من القلم او من الشاي لايدك، فالسخن يدي البارد. يبقى لما نيجي نقول لحضرتك الاماونت اوف هيت، كميه الحراره، ايه كميه الحراره دي؟ دي الحاجه اللي هتتنقل من جسم لجسم. يبقى هي الانرجي اللي هتتنقل من الشاي لايدك، او خلال واحد قال لي خلال ازاي؟ قلت له من خلال الكوبايه. ما هي بص الحراره هتتنقل ازاي يا باشا عشان تبقى فاهم بس الدنيا، هي هتتنقل فروم من التي ثرو عن طريق الكوبايه تو ايدك. يبقى من الشاي مش من الشاي لايدك، من الشاي للكوبايه لايدك، يبقى فروم ذا تي تو ذا هاند ثرو ذا كوبايه. طب كميه الحراره اللي اتنقلت ديت بتتقاس بايه؟ بتتقاس بالجول. يبقى واحده واحده، احنا عايزين نعرف في الكلام ده كله حاجه واحده، ان احنا دلوقتي عندنا حاجتين. ايه هما الحاجتين؟ الحاجه الاولانيه ان الميه من الناس العاقله، من الناس الرايقه. يعني ايه من الناس الرايقه؟ يعني ما بتسخنش بسرعه. لما تديها حراره مش هتسخن، لا هتاخد وقت على ما تحوش الحراره، ولما تيجي تسحب منها الحراره مش هتديك الحراره مره واحده، هتاخد وقت على ما تفقد الحراره. دي بيسموها سبيسيفيك هيت. يعني سبيسيفيك هيت يعني هي الحراره عشان تسخنها لازم تكون عاليه، والحرارة عشان تخرج منها هتاخد وقت. طيب تاني حاجة، هل هناك فرق ما بين كلمة amount of heat و temperature يعني كمية الحرارة ودرجة الحرارة؟ كمية الحرارة دي الحرارة اللي بتتنقل من جسم لجسم، اللي هي اتنقلت من الكوباية لإيدي، إن في حرارة اتنقلت. الحاجة اللي بتتنقل دي كمية الهيت. طب التمبريتشر بقى اللي هي ايه؟ اللي هي درجة حرارة الجسم. يعني ايه درجة حرارة الجسم؟ درجة حرارة الجسم اللي هي بالبلدي كده هو اهي مكتوبة اهي temperature، اللي هي الكوانتيتي. الكوانتيتي يعني رقم كوانتيتي، الان اللي هي نمبر، رقم بيعبر عن هو الجسم ده سخن ولا ساقع. يعني ده بيعبر عن الالم ده سخن ولا ساقع. يبقى التمبراتشر تعبر عن ده سخن ولا ساقع، انما الاماونت اوف هيت هي كميه الحراره اللي هتتنقل من حد لحد. والله ده حراره، مسكت الكوبايه فالكوبايه ادتني حراره فانا سخنت. او لو حضرتك اديك مثال تاني، لو انت مسكت تلج هتلاقي التلج بيسيح. ليه؟ الحراره اللي في ايدك اتنقلت للتلج فالتلج بدا يسيح. يبقى الاماونت اوف هيت الهيت اللي بتتنقل، انما التمبريتشر لا، التمبريتشر دي مش بتتنقل، التمبريتشر ده وصف ليك انت سخن ولا ساقع. مش بقول لك انت هتسخن ولا هتسقع، اسالك انت دلوقتي سخن ولا هوت ولا كولد. طيب نبدا بقى نشوف مع بعض حاجه تانيه مهمه قوي اللي هي ايه، وبرضه فكرتك بحاجه، ان كل اوبجكت ليه حركتين، حركه كايناتيك ورجله بوتنشال ثابته مكانها. يبقى في كايناتيك انرجي وبوتنشال انرجي. طيب خليني اقول لحضرتك احنا بنقيس التمبراتشر بحاجتين، والحته ديت هتلاقي عليها اسئله كتير قوي وهي سهله مش صعبه، يعني هو جاست قانون سهل قوي بيقول ان في حاجه اسمها الابسوليوت زيرو. الابسوليوت زيرو اللي هو ايه؟ درجه الحراره زيرو كلفن. زيرو كلفن. انا عندي نوعين من درجات الحراره، يعني قصدي لما بتحب تقيس درجه الحراره في طبعا مثلا الوزن بيتقاس بالجرام او الكيلو جرام، البريشر بالباسكال او البار، الفورس ليها جول، يعني قصدي كل حاجه ليها وحده. التمبريتشر بتتقاس بايه؟ قال لك التمبريتشر احنا كبشر بنقول ان احنا درجه حرارتنا مثلا 37 سيليزيوس، اللي هو درجه حرارتك يعني 37 سيليزيوس. فانا عندي نوعين من اللهم صل على النبي من اليونتس، يا الا كلفن يا الا سيليزيوس. طب ايه يا دكتور الفرق ما بين الاثنين؟ قال لك بص والله يا دكتور احنا اغلب الناس احنا كبشر بنقول يا دكتور درجه حراره الميه مثلا الميه بتغلي عند درجه حراره 100 سيليزيوس وبتتجمد عند زيرو سيليزيوس، فالسيليزيوس دي الدرجه اللي احنا بنشتغل بيها، ولكن هناك درجه ثانيه بتيجي في الامتحان اللي هي الكلفن. طب الكلفن دي يا دكتور بنشتغل بيها ازاي؟ قال لك بص عشان تحول من سيليزيوس لكلفن بتعمل بلس 273. القانون ده مهم وثابت، يعني هي لو درجه الحراره زيرو سيليزيوس عايز تخليها كلفن زود 273 وتطلع 273 كلفن، لو درجه الحراره 100 سيليزيوس عايز تحولها كلفن هتزود 273 على 100 يطلع 373. يعني بالبلدي كده اهو عشان تحول من سيليزيوس لكلفن بنعمل بلس، مش تايم ولا ديفايدد ولا حاجه، بلس 273. خلاص عايز تشتغل بدي او بدي براحتك، انا بس بفهمك معلومه ان في المساله لازم توحد لازم توحد الحراره. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش يقول لك الجسم ده كان درجه حرارته مثلا، بص يقول لك الجسم ده كان درجه حرارته زيرو سيليزيوس وبعدين بقى 310
كلفن درجة حرارته زادت كام واحدة؟ هتيجي تقول لي دكتور أنا مش فاهم حاجة، قلت له بص أولا دي سيليزيوس ودي كلفن صح؟ حول السيليزيوس لكلفن عشان نبدأ نشتغل. طب إزاي أحول الزيرو سيليزيوس لكلفن؟ قلت لك بنعمل بلس 273، يبقى الزيرو ده هنعمل بلس 273 يطلع 273، يبقى كانت 273 كلفن بقت 310، يبقى زادت كام؟ يبقى زادت تقريبا من 273 ل 310 يعني تقريبا زادت 17، يبقى كده درجة الحرارة زادت 17 كلفن. يعني أنا قصدي إن هو لما يديك درجة الحرارة بالسيليزيوس، لو سمحت بقولها لك تاني، لما يديك درجة الحرارة بالسيليزيوس أنت زود عليها 273 وحولها كلفن. لو ادالك بالكلفن خلاص مفيش مشكله، انا بقول لك بس عشان الله واخذ وقتك بدي، لان احنا دايما بنبقى حافظين ايه؟ الميه بتغلي عند درجه حراره 100، 100 ايه؟ 100 سيليزيوس. هو بقى في الامتحان يقول لك هي بتغلي عند درجه حراره كام كلفن؟ فتقول له 100 زائد 273 يبقى 373 كلفن. يعني خلي بالك من الخازوق، الميه بتتجمد عند زيرو، زيرو سيليزيوس، لو عايز تحولها لكلفن هتبقى تزود 273 تبقى 273 كلفن. خلاص؟ طيب، اللي بعد كده. قال لك التمبراتشر تعبر عن بص ايه الكايناتيك، ودي حته بقى لو فهمتها تبقى انت عالمي، الكايناتيك انرجي اوف ذا بارتكلز اوف ذات اوبجكت. يعني ايه يا باشا الكايناتيك انرجي؟ فاكر يابا انا كنت بقول لك ايه؟ كنت بقول لك ان الاوبجكت ليه حاجتين، طاقه من فوق حركه، بس هو من تحت ثابت صح؟ طيب انا عايزك تجرب حاجه وانت لو جربتها على فكره هتفهم من غير ما انا اشرح. لو انت سقعان بتعمل ايه؟ بص انا هقول لك حاجه، انا مش هحرك ايديا، انا واقف ايديا ثابته اهي، ايديا ثابته اهي، او مش ثابته، انا قصدي يعني انا مش هحرك جسمي، يعني انا واقف قدام الشاشه ثابت، بس انا لو سقعان بعمل ايه؟ بعمل كده اهو. دي حركه ولا مش حركه؟ حركه، حركه يعني كاينيتيك انرجي، خلي بالك انا جسمي ما اتحركش من مكانه، انا رجليا ثابته على الارض، بس انا ايديا ايه؟ بتعمل كاينيتيك، بتعمل حركه، طب الحركه دي هتسقع؟ لا هتدفي، فكل ما تعمل حركه اكتر، كل ما تعمل حركه اكتر، كل ما جسمك يتدفى، يبقى كل لما الكاينيتيك انرجي تزيد، درجه حرارتك هتزيد، يبقى الجسم السخن جزيئاته بتتحرك اكتر من الجسم البارد. يبقى لما انا اجي اقول لحضرتك التمبريتشر بتاعت الجسم ده سخن ولا ساقع، انا طبعا لو معايا رقم هقول لك سخن ولا ساقع، بس انا لو ما جابليش الحراره وقال لي ده في جزئين، في تو بادز، واحد بيعمل كايناتيك انرجي عاليه، يعني اعملها كده والتاني اعملها كده، طبعا اللي بيعمل كايناتيك انرجي اعلى هو اللي عنده حراره اعلى، يبقى الهاي كايناتيك انرجي تدي لك هاي تمبريتشر. وقلت لك التمبريتشر بتتقاس بايه؟ يا بالسيليزيوس يا بالكلفن. وقلت لك لو عايز تحول السيليزيوس لكلفن، لو عايز تحول السيليزيوس لكلفن نعمل بلس 273. خلاص؟ طيب كده انا قلت لحضرتك كل حاجه، وجينا بقى على اللي بعد كده. هو بيقول لحضرتك لو الاوبجكت خد حراره، طبعا انا فهمتك، هو انت يا باشا لما تدي له حراره لما يسخن ايه اللي هيحصل؟ الحركه بتاعته هتقل ولا هتزيد؟ دكتور احنا لسه قايلين السخن بيتحرك او اللي بيتحرك هيسخن، هي يبقى لما الجسم ياخد ثيرمال انرجي ياخد حراره، الكايناتيك انرجي بتاعته الحركه بتاعته هتزيد، اللي هي الفايبريشن بتاعه ده هيزيد، شده الفايبريشن بتاعته هتزيد. يعني بدل مثلا ما كان بيتحرك كده اهو تاتا تاتا هتلاقيه بيتحرك ده. بص مين بيتحرك اكتر؟ اللي فوق. ليه؟ عشان واخد حراره. يبقى القاعده بتقول اللي تديله هيت او اللي تديله انرجي يعمل حركة فيسخن أكتر، أو السخن تلقائي بيتحرك. خلاص كده؟ يبقى العلاقة برضه ما بين كل ما تديني ثيرمال انرجي كل ما كانتك انرجي دي، يعني كل ما تديني حرارة كل ما هتحرك أكتر، أو كل ما تتحرك أكتر كل ما تاخد حرارة أو تسخن، وده اللي أنا كاتبه لك فوق هنا أهو. كل ما الكانتك انرجي تزيد فالتمبريتشر هت إيه؟ هتزيد. طيب، نيجي بعد كده أهو على اللي بعد كده. قال لحضرتك إيه؟ قال لك هل اليونت ماس الكيلو مثلا، هل كيلو الميه زي كيلو الحديد زي كيلو الرمله كلهم بيسخنوا زي بعض؟ قال لك لا، قال لك بص الحديد مثلا بيسخن اسرع من الميه. يعني ايه الحديد بيسخن اسرع من الميه؟ يعني انت هات مثلا براد شاي خلاص وحطه في الميه، وهات حديده سوري براد شاي قصدي وحطه على النار، وهات حديده وحطها على النار، هتلاقي الحديده بعد ثانيه واحده لو لمستها هتلسعك، انما الميه لا، الميه بتاخد شويه وقت عشان تغلي، يبقى ده معناه ان الميه مش بتسخن على طول، بتاخد وقت. فاكر بتاخد وقت يعني ايه؟ يعني الميه عقله، يعني الميه ثابته، يعني الميه عندها سبيسيفيك هيت عاليه. يبقى خلي بالك عكس الحديد، الحديد تحطه في النار والمسه هتلاقيه يا باشا نار، بيسخن على طول، مش محتاج حد يكلمه. يبقى هل كل السبستنسز
بتسخن بنفس السرعة أو بتسخن بنفس كمية الحرارة؟ لا، في حد محتاج تقعد تسخن فيه كتير، ده الشخص العاقل اللي هي المية، وحد من أي كلمة تلاقيه قام وهاج ودغدغ الدنيا، ده كده مش عاقل، ده كده غير رزين. وخلي بالك يقول لك إن دايما الشخص العصبي قوي غلبان قوي، يعني إيه؟ ده بيسخن بسرعة وبعدين بينزل على مفيش. عكس بقى الشخص العاقل اللي هي المية، بتقعد هادية 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 هادية، بس لما تسخن هتفرتع الدنيا. فبالتالي خلينا افهمها لك كده واحده واحده. بص انا عايزك تاخد بالك من الجدول، الجدول ده مش حافظه كده كده بيدورك في الامتحان لو هتجي لك مساله. يعني بص على الميه، الميه بص عشان تغلي، بص الميه عشان تغلي السبيسيفيك هيت بتاعتها عشان ترفع درجه الحراره بتاعت الميه عشان تسخن الميه محتاج 4180 جول. يعني محتاج 4180 جول عشان ترفع التمبريتشر درجه حراره 1 كلفن. يعني مثلا لو درجه حراره 90 عايزه تبقى 91 محتاج تبذل مجهود بالرقم ده. بص لي بقى على مين؟ على الحديد. بص الحديد عشان ترفع درجه حرارته محتاج مجهود قد ايه؟ 450. يعني مش محتاجه مجهود جامد، مش محتاجه مجهود جامد. يبقى يا باشا لازم نعرف معلومه ان السبيسيفيك هيت هي كميه الحراره اللي هياخدها كيلو من اي حاجه عشان يسخن، مش يسخن يولع، عشان يسخن درجه حراره زياده 1 كلفن زياده. دي اسمها سبيسيفيك هيت. دي اللي اسمها ايه؟ سبيسيفيك هيت طبعا. والانرجي كميه الحراره اللي هي الانرجي تقاس بالجول، والماس يقاس بالكيلو، والحراره اللي هتزيد هيبقى اسمها كلفن. يبقى نتفق مع بعض على معلومه سريعه كده اهوت، هل كل الحاجات بتسخن زي بعض؟ لا. طب اكتر حد بارد في الدنيا وما بيسخنش غير العائل، يعني الميه. يعني ايه كلمه عائل؟ يعني ثابت. يعني ايه ثابت؟ يعني عنده سبيسيفيك هيت عاليه، يعني عشان يسخن محتاج حراره عاليه، عشان يسخن محتاج حراره عاليه ووقت طويل. خلاص؟ طيب نبدا نشوف مع بعض. بص بقى الحته دي ونقفل بيها. قال لك كل لما يكون السبستانس عنده سبيسيفيك هيت عاليه، خلي بالك قصده كده بيتكلم على الميه، يعني ده معناه ان هي سهله تغلي؟ لا، ده معناه ان هي صعبه قوي، ده محتاجه مجهود رهيب، محتاجه هاي او مور ثيرمال انرجي عشان ترفع درجه حرارتها. يبقى احنا كده اهوت هنبدا نقول مع بعض، لو في حاجتين ده اكس واي، ركز معايا، اكس واي، اكس دي اديتها 50 فسخنت، دي بقى عشان واي عشان تسخن اديتها 200 عشان تسخن، يبقى مين اللي بيسخن بسرعه؟ اللي خد 50. مين اللي اخد وقت؟ اللي خد 200. يبقى مين اللي ثابت وعاقل اكتر؟ ال 200. يبقى اللي بياخد حراره اكتر عشان يسخن، يعني اللي بنبذل معاه مجهود، هو ده اللي عاقل، هو ده اللي ثابت، هو ده اللي عنده سبيسيفيك هيت عالي. خلاص؟ يبقى السبيسيفيك هيت هنقولها تاني اهو، الثابت العاقل اللي مش بيسخن بسرعه، يعني محتاج حراره كبيره، هاي ثيرمال انرجي، محتاج انرجي عاليه عشان ترفع درجه حرارته. القانون بتاعنا اللي هنبدا نشتغل بيه في كل المسائل اهو، الكيو ثيرمال. يعني ايه كيو ثيرمال؟ اللي هي كميه الحراره اللي الجسم هيكتسبها، يعني كميه الحراره تساوي ام سي تي، الام اللي هو الماس وزن الماده، والوزن ده هو بيديهولك بالكيلو ثابت. خلاص اهو البادي ماس، والسي اللي هي السبيسيفيك هيت، السبيسيفيك هيت اللي هي السي، والتي اللي هي التغير في درجه الحراره. يعني ايه التغير في درجه الحراره؟ يعني يقول لك مثلا الجسم ده كان درجه حرارته 30 بقت 35، يبقى هي اتغيرت كام؟ اتغيرت 5، يبقى ساعتها نحط هنا 5. يقول لك مثلا الجسم ده كان 100 بقى 120، يبقى زادت كام؟ زادت 20، يبقى نحط هنا 20. يعني التي ديت هو التغير في درجه الحراره. يعني يقول لك واحنا بنحل مساله، يقول لك كان في جسم درجه حرارته 90 بقت 100، يبقى احنا هنحط في المساله 90 ولا ال 100 ولا 90 ولا ال 100؟ نحط التغير، هي كانت 90 بقت 100 يعني زادت 10، يبقى نحط هنا 10. يبقى التي دي مش التمبريتشر، التي دي الحراره اللي زادت او قلت. والماس طبعا الوزن بتاع الماده اللي هيديها لي، وده ثابت. والسبيسيفيك السي اللي هي السبيسيفيك هيت ده برضه ثابت بيديهولي في المساله. حطهم كلهم جنب بعض وتطلع الكيو ثيرمال اللي هي كميه الحراره، هيت يعني ثيرمال، كميه الحراره اللي احنا محتاجينها عشان الجسم ده يسخن. برضه عايز اديك تريكايه مهمه قوي، لو فهمتها في المسائل الدنيا تمشي معاك حلوه قوي، اللي هي ايه؟ ان السي لو كتبتها دي هتفهم حاجات كتير قوي وتعرف تحل حاجات كتير. السي عكس الدلتا تي، يعني ايه؟ يعني السبيسيفيك هيت
عكس التمبريتشر، عكس الحراره. ليه بقى؟ اللي عنده سبيسيفيك هيت، اسمعني اسمعني، اللي عنده سبيسيفيك هيت عاليه مش بيسخن بسرعه، يعني التغير في درجه حرارته مش بيبقى عالي، بيبقى التغير في درجه حرارته قليل. يبقى اللي ثابت، ما هو سبيسيفيك يعني ثابت، اللي ثابت درجات حرارته بتزيد وبتقل؟ لا، تتغير سريعا ولا بطيئا؟ بطيئا، يعني تتغير قليلا. يبقى تاني الميه، عشان دي مهمه قوي، الميه هل بتسخن بسرعه؟ لا. طب هل بتسقع بسرعه؟ لا. يبقى التغير في التمبريتشر بتاع الميه يحدث بقله، يعني مش من اي حاجه تسخن ومن اي حاجه تسقع، لا بالراحه. يبقى هي التمبريتشر بتتغير في الميه قليل. ليه بتتغير قليل؟ ليه التمبريتشر في الميه التغير بتاعها قليل؟ عشان السبيسيفيك هيت بتاعها عالي. يبقى الاثنين دول عكس بعض، لازم دي مهمه قوي تاخد بالك منها، لان بتيجي في المسائل يقول لك مثلا واحد عنده تمبريتشر بتتغير بصعوبه، يبقى السبيسيفيك هيت عنده دي بصعوبه يعني قليله، يبقى السبيسيفيك هيت عنده عاليه. والعكس، في حد بقى درجه حرارته بتعلى بسرعه وبتنزل بسرعه، يعني التغير هنا بيحصل بسرعه يعني كتير، يعني عالي كتير، فبالتالي هنا السبيسيفيك هيت تبقى ايه؟ تبقى عكسها قليله. خلاص؟ عندنا مساله بيقول لك كالكوليت الاماونت اوف هيت، طبعا الاماونت اوف هيت اللي هي الثيرمال، الثيرمال اللي هي الحراره يعني، اللي هي الكيو ثيرمال. طبعا هو القانون بتاعنا اللي هو ايه؟ ام سي تي، ماست 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 ام سي تي. الام معانا اهي 0.3 كولي جرام اهي الماس، والسي السبيسيفيك هيت انا قلت لك بيديها لك اهي 385. التي واحد قال لي بص يا دكتور الحراره كانت 20 بقت 70، يبقى الحراره زادت كام؟ ركز، من 20 ل 70 زادت كام؟ زادت 50، زادت 50. يبقى نحط هنا اهوت مكان التي دي، هو عامل 70 ماينس 20 يعني اللي هو اتغيرت 50، يبقى هنشيل دي ونحط 50 ونعمل على الكالكوليتر ده في ده في ده، تطلع الاجابه زي ما تطلع. يبقى اللعبه كلها هنا اهوت، تاخد بالك ان ايه؟ انت ولا بتحط ال 20 ولا ال 70، انت بتحط الحراره زادت كام؟ خلاص؟ طيب اللي بعدها برضو اكزامبل تاني بيقول لحضرتك انا عندي حته المونيوم الوزن بتاعها 200 جرام، فهنا التركايه فين؟ ان 200 جرام دي انا ما بشتغلش بالجرام، بشتغل بالكيلو، فانا عشان احول الجرام لكيلو بعمل ديفايدد 1000، فتاخد ال 200 تعملها ديفايدد 1000 هيطلع الماس 0.2 اهو، ادي الماس اهو. طب بعد الماس معايا تمبريتشر، تمبريتشر كام يا دكتور؟ 80، وبعدين حطيناها في حته ميه في درجه حراره العاديه، وبعدين الفاينل تمبريتشر بقت كام؟ بقت 40. اه يا دكتور ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، بص 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 بص، دي كانت 80 بقت 40، دي كانت 80 بقت 40، ده كده الحراره قلت، ده كده الحراره قلت، يعني ده كده ما اكتسبش حراره، ده فقط حراره، فقط حراره. يبقى هنعمل ايه؟ هنعمل اول حاجه ال 40 ماينس ال 80، ودي اللعبه كلها بتاعتي، ان ايه؟ الجسم لو اكتسب حراره يبقى درجه حرارته هتزيد. طب هو في السؤال قال لي ده هي كانت 80 بقت 40، يعني درجه حرارته قلت، يبقى هو كده مش جين هيت، ده كده لوز فقط. فبالتالي هنا اهو عملنا درجه الحراره الثانيه ماينس الاولى، خلي بالك بص هنا اهو دي برضو عملنا الرقم الثاني ماينس الاولاني 70 ماينس 20 فطلعت 50. هنا الرقم الثاني هو اللي قليل، ما عنديش مشكله اشتغل بيها كده، اشتغل الرقم الثاني ماينس الاولاني، الرقم الثاني اللي هو ال 40 ماينس ال 80 اهو، فاضل بس السبيسيفيك هيت هو مديها لي اهي. فانت كده معاك السبيسيفيك هيت اهيت، ومعاك الماس، ومعاك التمبريتشر كانت 40 وبقت سوري كانت 80 وبقت 40، ودايما بنحط الرقم الثاني بعد كده الاول، يعني 40 وبعدين 80 ونعملها على الكالكوليتر. طبعا الاجابه هتطلع لك بص ايه؟ طلعت يا دكتور بالنيجاتيف، ما تتخضش. ما هو انا هفهمك حاجه، لو الكيو، الكيو اللي هي الحراره، فلو الاجابه طلعت بوزيتيف يبقى الشخص ده اكتسب حراره، طب لو نيجاتيف يبقى خسر حراره، يبقى النيجاتيف ساين هنا اهو مقصود بيها ان الالومنيوم فقد هيت، فقد هيت، والهيت دي الهيت اللي الالومنيوم فقدها دي تساوي 7101 7176 اللي هي الاجابه بتاعتها. يعني هنا في تركايه، لو طلع لك الكيو ثيرمال اللي هي كميه الحراره بالبوزيتيف يبقى انت اكتسبت حراره، طب لو طلعت بالنيجاتيف يبقى انت خسرت حراره. وبعدين عايز اقول لك على حاجه، انت لو بتفكر هتاخد بالك، بص هو كان 80 بعدين بقى 40، يعني هو فقد حراره، يبقى كده هو لازم الاجابه تطلع بالايه؟ بالنيجاتيف. يبقى خلي بالك لو الجسم اكتسب حراره الاجابه هتطلع بالبوزيتيف، طب لو خسر، انت قلت خسر حراره، خسر يبقى خسران، يبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ يبقى نيجاتيف. طيب اللي بعد كده هو بقى قال لحضرتك اهميه الميه، دي احنا قلناها قبل كده خلاص، قلنا ان الميه
السبيسيفيك هيت بتاعتها، يعني الحراره اللي محتاجينها عشان نسخن المايه حراره عاليه جدا 4200. وليه المايه يا دكتور عاقله وثابته كده؟ عشان هي متماسكه. طب ايه اللي مخليها متماسكه؟ الهيدروجين بوند اللي احنا خدناها اول حصه خالص، فده اللي بيخلي المايه تفضل متماسكه. اللي يخليها بقى متماسكه وما تسخنش بسرعه وما تسقعش بسرعه، دي حاجه انا هقول لك عليها ونقفل بيها ان شاء الله تعالى الفيديو بتاعنا ان شاء الله. يعني بص، دي الارض، الارض يعني رمله، خلي بالك انا قلت لك دي على فكره اول الحصه بس انت نسيتني. ودي الميه، فاكر يا اسطى مين اللي كان بيسخن اسرع؟ انا قلت لك لو انت واقف كده اهوت على الرمله فالرمله تحتك سخنه، انما الميه هناك مش سخنه، مع ان اشعه الشمس نازله على الارض ونازله على الميه. ليه؟ قال لك لان الرمله بتسخن بسرعه انما الميه ما بتسخنش بسرعه، يعني الرمله بتكتسب الحراره سريعا انما الووتر ثابته عاقله مش اي حاجه يسخنها. فالووتر السبيسيفيك هيت بتاعتها اللي هي حرف السي عالي، فبالتالي لا تكتسب الحراره سريعا ولا تفقدها سريعا، يعني تكتسب الحراره واحده واحده، بتاخد الانرجي او الهيت حبه حبه وبتفقدها حبه حبه. فبالتالي نبدا نقول مع بعض، الميه سوري الهواء اللي فوق الرمله او اللي فوق الارض هيبقى سخن، بينما الهواء اللي فوق الميه هيبقى ساقع. ليه؟ عشان هنا الحراره اقل من هنا، لان هنا هوت الميه ما اكتسبتش الحراره كلها فلسه في تراوه، عكس هنا هوت الرمله اكتسبت الحراره فالهواء سخن. فيحصل ايه بقى؟ قال لك شوف، لو في جسم في الميه هيبقى سخن؟ لا يا دكتور في الميه لا مش هيبقى سخن. ليه؟ لان الميه بتكتسب الحراره بالراحه، يبقى التمبريتشر بتاعته هتبقى قليله مقارنه بتمبريتشر حد على الشط، على الرمله، على الصخور. يبقى ده معناه ان الرمله والصخور بتجين هيت انرجي كويكلي، بتكتسب الحراره سريعا، بينما يا دكتور الميه لا بتكتسب الحراره واحده واحده، فبالتالي لو حد واقف على الميه مش هيسخن قوي. طب عمل لحضرتك بقى حركه، قال لك ايه؟ قال لك الهواء اللي فوق الرمله مش انت قلت سخن؟ اه. طب الحاجات السخنه يا دكتور بتعمل ايه؟ الحاجات السخنه زي البخار تطلع لفوق صح؟ فالهواء اللي هنا هيبدا يطلع لفين؟ هيبدا يطلع لفوق عشان هو سخن، رايز اب، زي البخار كده بتاع الشاي لما بيطلع لفوق لانه بيبقى له دينستي. طب يا دكتور لما الهواء ده يطلع فوق كده اهو ايه اللي يحصل؟ قال لك الهواء بقى اللي فوق الميه اللي هو اللي ساقع هيبدا يجي ياخد مكانه، فتبدا وانت واقف على الارض تشعر بنسيم البحر. يعني ايه نسيم البحر؟ يعني في هواء جاي من البحر، الهواء ده تراوه، التراوه ديت ايه؟ ده الهواء الساقع اللي فوق الميه جاي على حضرتك. طب هو جاي على حضرتي ليه؟ عشان الهواء السخن اللي هنا سخن، سخن يعني حصل له ايه؟ طلع لفوق، لان احنا قلنا الهواء السخن زي البخار هيطلع لفوق، فيمين يجي مكانه الهواء الساقع، فتشعر بحاجه اسمها سي بريز. ايه هي السي بريز؟ اللي هو نسيم البحر. نسيم البحر ده اللي هو ايه؟ انت واقف على الرمله، فالهواء حواليك سخن، الهواء اللي حواليك سخن ده هيحصل له ايه؟ هيطلع فوق. طب ايه الهواء اللي هيجي مكانه؟ الهواء اللي فوق الميه الساقع يبدا يجي ياخد مكانه، هيجي يخبط في جسمي فاشعر بايه؟ نسيم البحر. خلاص؟ طيب كده فهمنا حضرتك الحته ديت. بعد كده اهوت عدي لي بقى، روح لي الى ايه؟ الى تاثير الحراره على الكائنات المائيه، وده احنا قلناه في اول حصه ان هناك بعض الكائنات زي الكورال ريفز، الشعاب المرجانيه بتحب الاماكن الدافيه. ما قلتش السخنه، قلت الدافيه. محتاجه حراره معينه عشان تعيش، ده مش باراجراف حفظ، ده للفهم. هل حضرتك مثلا لو غيرت درجه الحراره الكره الليفز هتعيش؟ لا هتموت، هيحصل لها دس، وده احنا خدناه. قلنا لو درجه الحراره قلت الكره الليفز مش هتعرف تعيش وهتموت، ولو زادت لو الكلايمت اللي هو الجو اتغير برضه هتموت. طيب قال لحضرتك ان الميه بتسخن بسرعه وتسقع بسرعه؟ لا، الميه عاقله، عاقله يعني ثابته، ثابته بقى بالانجلش يعني ايه؟ يعني ستيبل. يقول لك في ستابيليتي اوف ذا ووتر تمبريتشر. يعني ايه ستابيليتي اوف ذا ووتر تمبريتشر؟ يعني الميه درجه حرارتها متزنه، مفيش حاجه اسمها ايه فجاه سخنت فجاه سقعت، لا بتسخن تدريجيا وبتسقع تدريجيا. يعني الجراف يترسم كده اهو مثلا، ان الميه عماله تزيد سنه 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 سنه، ولما تيجي تسقع تسقع سنه 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 سنه. انما لو جيت رسمته مثلا ايه سخنت فجاه سقعت فجاه، لا غلط، الميه مش بتسخن بسرعه ومش بتسقع بسرعه، لا بتاخد وقت عشان تسخن، عشان تكتسب الحراره، عشان تجين الهيت انرجي، بتاخد وقت كمان عشان تفقد الحراره، تلوز الهيت انرجي. فده يخلي الميه درجه حرارتها لحد ما متزنه، يعني مش بتزيد قوي مش بتقل قوي. فدوت بيقول لك ان الووتر كان ابزورب لارج اماونت اوف هيت وزود سيجنيفيكانت تشينج ان اتس تمبريتشر. يعني الميه تقدر تكتسب الحراره من غير ما تسخن، اه هتاخد حراره الشمس بس هتعمل ايه؟ هتخزنها. دي اللي انت تذاكرها. الووتر ثيرمال ريزرفوار، يعني ايه ثيرمال ريزرفوار؟ يعني مخزن حراره، يعني اديها حراره تخزن 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 تخزن.
فبيقول لك بص انا قلتها لك دي في اول حصه، ان الووتر تقدر تمتص كميه كبيره جدا من السولار انرجي من الشمس من غير ما تسخن. طب هي تستخدم الحراره دي في ايه؟ بالليل بقى لما الشمس تروح تبدا تستخدم الميه دي ان هي تتدفى، وبالتالي تفقدها واحده واحده، فما تسقعش بسرعه. يقول لحضرتك زين سلولي ريليز ذيس انرجي ات نايت. يبقى هي كده هو مش الصبح سخنه قوي بالليل ساقعه قوي، لا الصبح بتاخد الحراره واحده واحده فما بتبقاش سخنه قوي، وبالليل بتخرج الحراره واحده واحده فما بتبقاش ساقعه قوي، فتفضل ايه ولا سخنه قوي ولا ساقعه قوي، يعني ايه؟ يعني معتدله اللي هي الستيبل ثيرمال ستابيليتي. يعني ايه ثيرمال ستابيليتي؟ توازن في حراره الميه. ده بيحمي الكائنات المائيه من التغيرات السريعه الرابيد تشينج في التمبراتشر. يعني ما تجيش كائن مثلا فجاه الدنيا سخنه فجاه الدنيا ساقعه. طبعا في كائنات ما بتعرفش تتاقلم مع التغيرات ديت. يعني انا مثلا لو قاعد اهوت فدرجه الحراره 20 بعدين بقت 21 بعدين بقت 22، طول ما هي بتزيد تدريجيا انت مش هتحس بحاجه على فكره. عارف انت امتى بتحس؟ اقول لك انا امتى. عارف في نظام بيتعمل في التكييف، دي حاجه تفهمها ليك انت يعني. تبقى انت نايم والتكييف شغال على 20 وبعدين فجاه يوم ماما داخله قافله التكييف، فتصحى انت عرقان ومستغرب مين اللي قفل التكييف. جسمك ما استحملش الحراره كانت 20، ماما لما قفلت التكييف رجعت الحراره مثلا 30، فجسمك ما استحملش التغير السريع من 20 ل 30. في بقى نظام في التكييف بيتعمل اللي هو ايه؟ اسمه سليبنج. اسمه سليبنج ده اللي هو بيعمل ايه؟ انت درجه حراره التكييف مثلا بتشغله على 20، هو كل ساعه بيرفع درجه الحراره واحد. يعني بعد ساعه خليها 21 جسمك مش هيحس، بعد شويه خليها 22 مش هيحس، بعد كده خليها 23، بعد كده خليها 24، بعد كده خليها 25، بعد كده وهكذا. يعني التكييف بيبدا يرفع درجه حرارته كل فتره تدريجيا درجه 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 ما تحسش بيها. انما لو انت فجاه كانت الحراره 20 فجاه قفلت التكييف والحراره مثلا بقت 30، لا هتحس ان الجو حر. فبالتالي نفس الكلام في الميه، الميه درجه حرارتها بتزيد تدريجيا وبتقل تدريجيا، عندها ستابيليتي عندها توازن، مش مندفعه. فده يحمي المارين اورجانيزم بالذات الكولد بلادد كريتشر. يعني ايه كولد بلادد كريتشرز؟ الكائنات اللي دمها ساقع. طبعا ما فيش حاجه اسمها دمها ساقع، هو بس كلمه كولد بلادد دي معناها ان دي كائنات درجه حرارتها مش ثابته. احنا كبشر درجه حرارتنا الداخليه احنا بيقولوا علينا على فكره هوت بلادد او ورم بلادد. بلاش هوت، ورم. ورم بلادد يعني ايه؟ احنا مش كائنات دافيه، احنا كائنات درجه حرارتنا ثابته. ورم بلادد يعني درجه حرارتنا ثابته اللي هي مثلا 37. يعني انت درجه حراره جسمك 37، طب لو انت رحت السودان 37، طب لو انت رحت روسيا 37، يعني درجه حرارتك ثابته. انت لا تتاثر يعني جسمك لا يتاثر بالعوامل الخارجيه. انما في بعض الكائنات اللي اسمها كولد بلادد دول بيتلككوا، اللي هم البوكليتو ثيرمس. يعني ايه البوكليتو ثيرمس او البوكلي ثيرمس؟ ثيرمس يعني حراره. فدول بوكليو ثيرمس يعني يتاثر حراره، يتاثر بالثيرم اللي هي الحراره. يعني ايه بيتاثر بالحراره؟ يعني لو جو ساقع هو هيسقع، لو جو سخن هو هيسخن. يعني ده درجه حرارته مش ثابته، فبالتالي انت لما فجاه ترفع الحراره وفجاه تنزلها جسمه مش هيقدر يستحمل ده فهيموت. هل بقى الميه بتعمل كده؟ لا، الميه بتطلع تدريجيا وبتنزل تدريجيا، فبالتالي جسمه لا يشعر بالتغير في التمبراتشر. يبقى احنا كده هو ان الاورجانيزمز ديت بتعيش في الميه والتمبراتشر بتبقى ستيبل. يعني ايه ستيبل يا جدعان؟ مش ستيبل اللي هي ثابته، لا، يعني بتزيد تدريجيا وتقل تدريجيا، مش حاجه اسمها طلعت فجاه ونزلت فجاه. كده احنا الحمد لله تعالى خلصنا مع بعض الدرس بتاع التمبراتشر، وبعد كده طبعا هتلاقيني بقى ايه مجمع لك السمري بتاع بقيه الدروس. شكرا ليكم. دكتور احمد شريف مع حضراتكم، وباذن الله تعالى في الفيديو دوت هنعمل مراجعه سريعه لشابتر او درس السولار راديشن. ان شاء الله تعالى هنقرا الشرح بتاعنا من الملزمه باذن الله تعالى، ما ناخدش اكتر من 10 دقائق ربع ساعه بالكثير قوي، نكون رجعنا فيه الشابتر كله عشان امتحان الشهر. خلينا نبدا مع بعض على طول عشان ما نضيعش وقت ونفتكر مع بعض كل اللي احنا اخدناه. طبعا هتلاقيني بتكلم بسرعه جدا لان ديت مراجعه، فانا عاوزه تلم كل حاجه في وقت قليل، مش هنقعد طبعا ساعه في الفيديو. اول حاجه السولار راديشن، ما هي السولار راديشن؟ هي اشعه الشمس. طب يا دكتور اشعه الشمس هل كل، ركز بقى في اللي بقوله، هل كل اشعه الشمس بنشوفها بعينينا؟ قال لك لا، مش كل اشعه الشمس اللي بنشوفها بعينينا. طب اللي بنشوفه بعينينا كام لون؟ اللون بتاع الشمس اللون الاصفر. لا مش اللون الاصفر، احنا بنشوفه بعينينا حوالي 7 الوان. خلينا نقرا مع بعض كده. بيقول لحضرتك ان السولار راديشن اشعه الشمس او طاقه الشمس هي الانرجي اللي طالعه من الصن، الانرجي اللي طالعه من الشمس، وده المصدر الاساسي للطاقه في كوكب الارض بشكل عام. ده البرايمري سورس، المصدر الاساسي للطاقه في اغلب العمليات الحيويه
سواء في الاتموسفير او الهيدروسفير او البايوسفير. اتموسفير اللي هو الغلاف الجوي، هيدروسفير اللي هو الميه، والبايوسفير اللي هو الغلاف الحيوي اللي هو اللي فيه الكائنات الحيه اللي هو كوكب الارض كله. طبعا نقدر نستخدم الشمس مثلا في ايه بقى؟ واحد قال يا دكتور ممكن نستخدم الشمس في عمليه الفوتوسنسس بروسيس. ما هو النباتات عشان تعمل فوتوسنسس محتاجه ضوء، الضوء بيجي من الشمس. عايز تعمل وورمنج، عاوز تدفي اي حاجه، مين اللي بيدفي؟ الشمس، حراره الشمس. قال لك ده الشمس كمان مش بتستخدم في النور وفي الاضاءه بس، مش في اللايت والهيت بس، ده انا ممكن استخدم كمان الشمس في الالكتريستي، الكهرباء. ازاي يا دكتور؟ لو استخدمت بعض التقنيات الحديثه ممكن تعمل كالكوليتور باستخدام الطاقه الشمسيه، ممكن اعمل ريموت باستخدام الطاقه الشمسيه. يبقى كده الطاقه الشمسيه بتساعدني في اللايت وفي الهيت وكمان في الالكتريستي، ان هي ممكن تعمل لي حاجات كهربائيه. طيب قال لحضرتك يبقى هل الطاقه الشمسيه تقدر تفيد حضرتك ايكونوميكال اقتصاديا؟ اه يا دكتور. يعني ايه ايكونوميكال اقتصاديا؟ يعني انا ممكن اوفر كهرباء، بدل ما اعمل مثلا كهرباء من خلال الغاز او البنزين اعمل كهرباء من الشمس، فانا كده وفرت. يبقى كده اقدر اقول ان انا هذاكر سولار راديشن جايه من الصن، هي المصدر الاساسي لاغلب العمليات، بتدينا هيت والكتريستي، ركز في اللي انا معلم عليه، وهتفيد اقتصاديا. طيب ايه الالوان اللي نقدر نشوفها يا دكتور من اشعه الشمس؟ والله يا دكتور عندنا 7 الوان. ايه هم ال7 الوان اللي بيتشافوا؟ للي بالك، لان في اشعه ما بتتشافش، يعني مثلا في الراديو ما بتتشافش، الاي ام، الاف ام، المايكرويف، الاي انفراريد، الالترا فايلت، الاكس راي، الجاما راي، كل دي اشعه مش بنشوفها. اللي بنشوفه الحته اللي في النص الصغننه ديت. الحته اللي في النص الصغننه دي يا دكتور اللي هي الفيزابل سبيكترا، اللي هي بتتشاف حوالي 7 الوان. ايه هم ال7 الوان يا دكتور؟ من اليمين للشمال الوان قوس قزح، ريد، بعد كده اورنج، انا كاتبهم لك اهم، هم ريد واورنج ويلو وجرين وبلو واندجو وفايلوت. لازم تبقى واخد بالك كويس جدا ان الريد على ايدك اليمين والفايلوت على ايدك الشمال. هتفرق في حاجه يا دكتور؟ اه طبعا هتفرق. ليه بقى؟ تاخد بالك ان هنا هوت الفايلوت عنده اعلى فريكونسي، اعلى ايه؟ فريكونسي. والاحمر عنده اقل فريكونسي. برضو خلي بالك من حاجه مهمه جدا، ان الفريكونسي والويف لينس عكس بعض. يعني هنا الفايلوت، اللون الفايلوت اعلى فريكونسي واقل ويف لينس. اكتب اللي بقوله ده. هنا هو الفريكونسي قليله والويف لينس، الويف لينس طويله او لونج. طبعا ده هيخلينا نستنتج معلومه وانا هرسمها لك برضه عشان ما تبقاش انت مبصمج، يعني تبقى فاهم الكلام، ان الفيزبل لايت اللي هم ال7 الوان دول بيتحركوا زي الالكتروماجنتيك ويف، ليهم ويف لينس وفريكونسي، والويف لينس عكس الفريكونسي. يعني ايه الويف لينس عكس الفريكونسي؟ كنا بنقول لحضرتك لو احنا راسمين ده رسمه كده اهو، فدي كده اهوت ويف واحده، ويف واحده بس بدايتها هنا ونهايتها هنا، فهي ويف واحده ولكنها طويله. لو حضرتك بقى قررت ان انت تعمل لي رسمه ثانيه عامله كده اهو، فبص هنا انا راسم كذا ويف، يعني مش ويف واحده، راسم كذا واحده ولكنهم مكبوسين لازقين في بعض. فهنا اهوت عدد الويفز كتيره ولكن المسافه بينهم ضيقه. يبقى كل ما تزود العدد بتاع الويفز هتضطر تقلل اللينس، تضطر انك تقصرهم. يبقى العلاقه بين الويف لينس اللي هو طول الموجه وعددهم انفرسلي، عشان تزود العدد هتضطر تصغر الحجم، عشان تزود الفريكونسي اللي هو العدد هتضطر تقلل الويف لينس. طيب عندنا نوعين من السولار راديشن، عندنا الراديشنز بتخبط فيك مباشره ودي اسمها دايركت سولار راديشن. ممكن يجي لك كومبير دايركت، هي الاشعه اللي بتوصل للايرث وزاوت سكاترنج، يعني زاوت سكاترنج يعني من غير ما تنحرف، يعني من غير ما تخبط في حاجه. انما الان دايركت الاشعه اللي انت وانت قاعد مثلا ممكن تخبط في الازاز وبعد كده تخش على جسمك، من خلال مثلا انك قاعد في الاوضه فالاشعه جت في الازاز وبعد كده دخلت عليك في الاوضه، دي كده حصل لها سكاترد، يعني انتشرت ديورنج او وايل باسنج ثرو اتموسفير. يعني كده هو بالبلدي الاشعه يا تخبط يا ريتش يا تصل الى الايرث وزاوت سكاترنج، يا تصل الى الايرث افتر سكاترنج، يعني بعد ما تنحرف او بعد ما تخبط في حاجه. طيب هل الاشعه بتختلف من مكان لمكان؟ برضو الحته دي كان عليها سؤال، بص احنا مجمعها لك على شكل ايه؟ سؤال واجابه. هل كميه الراديشنز اللي بتوصل الى مكان معين بتعتمد على فاكتورز؟ اه بتعتمد على 5 عوامل. ايه هم؟ اولا انا فارق معايا المكان، اللوكيشن. ليه اللوكيشن؟ حضرتك موجود في القطب الشمالي والقطب الجنوبي ولا موجود في خط الاستواء؟ ليه؟ لان يعني كوكب الارض بيبقى معمول كده اهو، في النص خط الاستواء، خط الاستواء ده اللي هو الاكواتور. طب الاكواتور ده او الاكواتور ده خط الاستواء، الجو فيه حر يبقى فيه سولار راديشن كتيره. هنا في النورث بول والساوث بول، القطب الشمالي والجنوبي، دول تلج فالراديشن فيهم قليله، يبقى تلقائي السولار راديشن او الشمس في خط الاستواء اكتر من القطب الشمالي والقطب الجنوبي. وبالمناسبه عشان تبقى عارف، الحراره بتتنقل
من خط الاستواء للقطب الشمالي والقطب الجنوبي. الامواج الاوشن كارنت اللي هي الموجه بتاعت المحيطات بتنقل الحراره من خط الاستواء حبه فوق وحبه تحت. طب الحراره موجوده في الصيف اكتر من الشتاء عشان الشمس. طب بيفرق كمان وقت تايم اوف ذا داي، الصبح اكتر من بالليل، يفرق معاك الكلاودز، هل الدنيا مغيمه ولا لا، لان هي لو مغيمه السولار راديشن اشعه الشمس هتنزل بقله. يفرق معاها الالتيتيود، الارتفاع. ليه بقى الارتفاع؟ لان احنا قلنا في الميه كل ما تنزل تحت، كل ما تنزل تحت كل ما اشعه الشمس هتقل. يبقى انا معايا خمسه فاكتور، حضرتك موجود فين، حضرتك في انهي فصل، حضرتك الصبح ولا بالليل، حضرتك على ارتفاع ايه، وهل في سحب، هل في كلاودز ولا مفيش. دول الخمس عوامل اللي بيأثروا في كميه الراديشنز او كميه اشعه الشمس. طيب دخلني على بعد كده بقى يا دكتور، ايه اللي بعد كده؟ اللي بعد كده هو بيقول لحضرتك تاثير السولار راديشن على الميه، هل الاشعه بتاعت الشمس هتنزل على الميه؟ اه هتنزل. طيب لو رسمنا لحضرتك موجه وبعدين جبنا لحضرتك الاشعه، الاشعه ليها حلين، في اشعه ممكن تنزل انكلايند كده، لو نزلت انكلايند حبه هيحصل لهم بنتريشن يعني حبه هيخترقوا الميه، وحبه هيحصل لهم ريفليكشن هيتعكسوا. طب ده احسن؟ لا، الاحسن ان الاشعه تنزل مستقيمه، تنزل بريبنديكولار بانجل 90. لو الاشعه نزلت مستقيمه اغلبها هيخترق الميه. فاحنا دلوقتي لما نيجي نقرا مع بعض بالراحه، هو بيقول لحضرتك ان السان لايت لما تخترق الووتر حبه منهم هيحصل لهم ابزوربد، في حبه اشعه الميه هتمتصهم وتاخد الحراره اللي فيهم هتدفي، وحبه تانيين اسمعني وحبه تانيين خلاص هيحصل لهم سكاترد. ده سؤال جه قبل كده في الامتحان، قال لحضرتك هو الاشعه ايه اللي بيحصل لها لما بتخبط في الميه؟ حبه الميه بتمتصهم ابزوربد اهي، ابزوربد اهي بروز دي، والحبه التانيين سكاترد، سكاترد يعني بينتشروا، في حبه تالتين بقى تحصل لهم كمان ريفليكشن. تمام. طب الميه الاشعه اللي دخلت جوه يا دكتور، الاشعه اللي دخلت جوه دخلت في الميه يعني ممكن تدفي الميه وممكن تساعد في عمليه الفوتوسينثيسيس بروسيس اللي هيعملها ايه النباتات اللي هنشرحها كمان شويه. بس احنا كده عندنا سؤال، ايه اللي هيحصل للاشعه لما تنزل في الميه؟ الميه هتاخد حبه اشعه حراره تعملها ابزوربد عشان تتدفى، وحبه تانيين هيحصل لهم سكاتر يعني هينتشروا في الميه عشان ينوروا الميه. طيب كمل لي يا دكتور الصفحه الثانيه، بيقول لحضرتك ان احنا كل لما ننزل في الدبس، يعني كل ما ننزل في الدبس يعني كل ما تنزل في الميه تحت كل ما الضوء بيزيد ولا بيقل. احنا عندنا المنطقه اللي فوق فيها كل اللايت، المنطقه اللي فوق اسمها ايوفاتيك، الايوفاتيك منطقه فيها لايت، ايو يعني في وفاتيك يعني لايت، فايوفاتيك يعني فيها لايت. طيب ايه المنطقه اللي فيها لايت دي يا دكتور؟ المنطقه اللي فوق. طب المنطقه اللي في النص يا دكتور؟ قال لك المنطقه اللي في النص اسمها تواي لايت، تواي لايت يعني ايه؟ يعني فيها لايت نص نص كده. طب في منطقه تحت بقى ما فيهاش ضوء خالص اسمها افوتيك، كلمه ا يعني ما فيش وفوتيك يعني ضوء، فافوتيك يعني ما فيهاش ضوء. فالمنطقه اللي تحت خالص الشمس مش واصله لها فبتبقى ضلمه وبتبقى كمان ساقعه، المنطقه اللي فوق الشمس موجوده فبتبقى منوره وبتبقى كمان دافيه في حراره. طيب نبدا نشوف مع بعض الضوء اللي موجود فوق هيفيد مين. قال لك اول حاجه هيفيد الكائنات المائيه الاكواتيك بلانت والالجي والفايتوبلانكتون، دي نباتات، كل نباتات يا دكتور محتاجه لايت عشان تعمل عمليه فوتوسينثيسيس بروسيس، والفوتوسينثيسيس بروسيس دي هتخليها تسحب اللايت، اللايت انرجي اللي هي السولار اللي هي اشعه الشمس، وتعمل منها اكل اللي هو جلوكوز، جلوكوز ده ماده كيميائيه، كيميكال انرجي اللي هو الجلوكوز علشان تكبر. يبقى اغلب النباتات هتطلع فوق، ليه تطلع فوق؟ عشان تمتص اشعه اللايت وتعمل فوتوسينثيسيس بروسيس. تاخد بالك بقى من حته تريكيه كده، ان الضوء او اللون اللي مستمر معانا لتحت هو اللون الايه؟ بص اللون الايه؟ اللون الازرق، عشان كده بيبان ان المايه لونها ازرق، لان اللايت اللي نازل لحد تحت هو اللايت اللي لونه ازرق. بص الكلام مكتوب اهو، قال لحضرتك شوف لما اشعه الشمس تخبط في المحيط انا قلت لك في حبه هيخترقوا وحبه هيتعكسوا هيحصل لهم ريفليكشن، فكك من الريفليكشن ده، فكك من الريفليكشن ده، بس بيقول لك بقى a greater amount of light، ده سؤال جه قبل كده، اكتر كميه من اللايت هتخترق لما تنزل الاشعه مايله؟ لا، لما تنزل مستقيمه، لما تنزل بيربنديكولر، وبيربنديكولر دي يا جدعان اللي هي تساوي انجل 90. يبقى اللي انا معلم لك عليه اللي انا بقراه لك ده تذاكره، دي مهمه. دي مهمه. طب لو اللايت نزل انكلايند، نزل مايل، لا، حبه هيخترقوا وحبه هيرجعوا، يبقى كده الضوء اللي دخل بكميه قليله. طيب، قال لحضرتك على عمق اول 10 سم في الميه الووتر بتمتص كل الانفراريد، كل الاشعه الانفرا الووتر بتمتصها. طب نزلنا على عمق 10 متر
الالوان او الضوء بيبدا يتفرع تقريبا كده بيمتص 50% من الفيزبل لايت. طب على عمق 100 متر، 100 متر تحت خالص، مين الضوء اللي بيكمل معايا تحت خالص؟ بص كده معايا عشان ما تبقاش حافظ، بص 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 معايا بالراحه، بص بص هنا اهو لحد 50 متر، كبر لي كده، لحد 50 متر في كذا ضوء نزل، انما تحت بقى تحت خالص مين اللون اللي كمل لحد الاخر؟ اللي كمل لحد الاخر اهو ده اللون الازرق، اللون الايه؟ اللون الازرق. يبقى خلي بالك معايا هنا هو على عمق 100 متر اغلب الالوان ما بتكونش نزلت، اللي بيفضل لحد تحت هو اللون الايه؟ اللون البلو الازرق، عشان كده المايك بيبان لون ازرق. طيب عندنا بعد كده هو التركيه بسيطه اللي هي ايه؟ الفرق ما بين الضوء اللي موجود في الميه الساحليه، الساحليه اللي هي زي مثلا البركه، والمحيط، المحيط اللي هو اوشن. خدت بالك الفرق فين؟ اه يا دكتور خدت بالي. بص لو اوشن كبير هيمتص لايت كتير عشان ينور، انما لو اماكن شالو كوستل، يعني ايه شالو كوستل؟ يعني ميه ساحليه، فبالتالي مش بتمتص ميه، مش بتمتص ضوء او اشعه كتيره. فهتلاقي بص بيقول لحضرتك ايه؟ بيقول لحضرتك هنا هو الالوان الدافيه، الالوان الدافيه اللي هي في الاول اللي هم كانوا الاحمر واللي بعده الاحمر والاورنج، خلاص دول اللي عندهم لونج ويف لينث. فاكر الاحمر شويه قلت لك الاحمر على اليمين فريكونسي قليله ويف لينث كتير، اه دول يا دكتور بيحصل لهم ابزورب. يعني ايه ابزورب؟ يعني الميه بتمتصهم. انما الالوان بقى الساقعه، الساقعه اللي هي في الاخر الناحيه الثانيه اللي عندها شورت ويف لينث اللي هم الفايولوت مثلا، دول بص بيحصل لهم ايه يا باشا؟ بص بيحصل لهم ايه؟ بص الفايولوت والبلو، بص بيحصل لهم ايه؟ والانديجو بيحصل لهم سكاترد، يعني بيتنطوروا لحد تحت. فالالوان اللي في اخر قوس قزح عندها لونج وعندها شورت ويف لينث، شورت ويف لينث يعني الويف لينث بتاعها قصير والفريكونسي بتاعتها عاليه، فحركتها سريعه فتخترق الميه وتنزل لحد تحت. انما الريد والاورنج حركتهم بطيئه، فما يقدروش يخترقوا الميه قوي، فاخرهم الحته اللي في الاول دي الميه دوب هتمتصهم، تعمل لهم ابزورب. ابزورب غير سكاترد، ابزورب يعني هتمتصهم على السطح، سكاترد معناه ان الضوء هينزل لحد فين؟ لحد تحت. يبقى الازرق والانديجو والفايولوت دول الفريكونسي بتاعتهم عاليه فهيخترقوا الميه وينزلوا جامد لتحت، عشان كده يبان اغلب الميه لونها ازرق. خلاص؟ طيب في بعد كده هو تاثير السولار راديشن بقى على الكائنات الحيه، وهنا الحته دي سهله موت. اول حاجه تعرفها لو بنتكلم على الكورال ريفز، الشعاب المرجانيه، الشعاب المرجانيه دي نوع من انواع الطحالب، نوع من انواع الالجي، يعني نباتات، والنباتات يا دكتور محتاجه ايه؟ محتاجه لايت عشان تعمل فوتوسينثيس بروسيس، فلازم تروح مكان فيه لايت. لازم تروح مكان فيه لايت، طب تروح الاماكن الساقعه ولا الدافيه؟ اكيد تروح الاماكن الدافيه، ليه؟ عشان فيها شمس. طب ليه يا دكتور؟ تروح الاماكن بقى القطبيه في روسيا ولا تروح عند خط الاستواء؟ احنا قلنا خط الاستواء هو اللي فيه الحراره اللي فيها الشمس، يبقى الكورال ريفز بتروح عند الاكواتور. ليه؟ عشان في سولار راديشن، عشان في شمس. يبقى جيف ريزون ليه الشعاب المرجانيه بتعيش في الاماكن اللي قريبه من خط الاستواء؟ ديو تو بريزنس اوف، نتيجه وجود اشعه الشمس اللي هي السولار راديشن او اللايت، عشان تقدر تعمل عمليه اسمها فوتوسينثيس بروسيس، فتكبر يحصل جراس للالجي بالطحالب اللي جواها. خلاص؟ طيب تاني حاجه، في سمك، في سمكه زي ما احنا قلنا في الحصه، قلنا سمكه التونه العنيده، التونه فيش والباراكودا، التونه فيش والباراكودا بيحبوا الاماكن الدافيه، بيحبوا الحوض الدافي، فتوديهم فين؟ توديهم الاماكن القطبيه في روسيا ولا الاستوائيه عند خط الاستواء؟ توديهم عند خط الاستواء، يبقى التونه والباراكودا يروحوا الاماكن التروبيكال، ويروحوا الاماكن اللي فيها شمس، اللي فيها سولار راديشن. طب يا دكتور السمكه كود، الكود دي والايس فيش والالكتريك ايه الثعبان الكهربائي، كل السمك ده بيحب السقعة. طب بيحب السقعة يا دكتور اوديه فين؟ اوديه حتت سقعة، اوديه القطب الشمالي والجنوبي، البولر، بعيد عن خط الاستواء، ونزلهم تحت خالص في العمق عند المنطقة الضلمة اللي اسمها افوتيك، عكس التونة تطلع فوق في المنطقة المنورة اللي فيها شمس اللي اسمها ايو فوتيك. طيب اخر حاجة يقول لحضرتك ان هو في المناطق القطبية، في المناطق القطبية في روسيا هناك الجو ساقع، مفيش شمس، السولار راديشن قليلة، ومعنى ان السولار راديشن قليلة ان الشمس قليلة، فالكائنات اللي بتعمل فوتوسينثيس بروسيس مش هتلاقي ضوء، يبقى الفوتوسينثيس بروسيس هتتوقف. يبقى احنا لو حطينا طحالب في اماكن ساقعة مش هتعرف تعيش، وبالتالي مش هتعيش يعني هتموت. طب يا دكتور لما يحصل ديكلاين ديكريز في عدد الاورجانيزمز اللي بتعمل فوتوسينثيس، نقص في عدد الكائنات اللي بتعمل فوتوسينثيس، كده مفيش طحالب،
طب السمك اللي كان بياكل الطحالب مش هيلاقي حاجه ياكلها، فهو كمان هيقل، فيحصل ديستربنس في الفود تشين، سلسله الطعام. والعكس صحيح بقى، في الاماكن كمان مش الساعه، الاماكن الحر قوي اللي فيها جلوبال وورمنج، احتباس حراري، في الاحتباس الحراري الجو حر موت، فالحر موت ده هيعمل ايه؟ هيحرق الطحالب، هيعمل دس للكورال ريفز. طب هي لما تموت يا دكتور برضه هيأثر على السمك اللي بياكلها، لان مش هيلاقي حاجه ياكلها، يبقى برضه هيأثر على المارين اورجانيزم ويأثر على الفود تشين، سلسله فود تشين، سلسله الطعام. يبقى في الاماكن الساقعه قوي الطحالب مش هتلاقي شمس فهتموت، طب الاماكن الحر قوي هتتحرق فبرضه هتموت. اخر حاجه بقى عندنا تأثير السولار راديشن على الاوشن كارنت، ودي انا قلت لكم عملتها لكم رسمه كده اهوت، ان في النص خط الاستواء، خط الاستواء ده اللي فيه الحراره، فوق القطب الشمالي النورث بول وتحت الساوث بول. فقال لحضرتك ان الاوشن كارنت الامواج بتاعه المحيط ممكن الموجه تتحرك وتنقل الحراره من خط الاستواء من الاكواتور، من الاكواتور سامعني، للنورث بول او الساوث بول. مدي حضرتك اكزامبل سريع جدا، قال لك شوف كده اهوت معايا، في حاجه اسمها الجلف ستريم، تيار الخليج. تيار الخليج ده بياخد الميه الدافيه منين؟ من خط الاستواء، يبقى هنا الحراره، هنا الهيت، يوديها للنورث بول او النورث اتلانتيك، المحيط الاطلنطي الشمالي. خلاص؟ طبعا بننقل الميه ماشيه، بتنقل الحراره وبتنقل الاكل النيوترينت. يبقى كده اهوت، لو هنا في النص سخن وهنا ساقع، فالسخن دايما يروح للساقع، فالميه هتشيل الحراره وتشيل الاكل وتوديه للقطب الشمالي وكمان القطب الجنوبي. كده نبقى احنا الحمد لله تعالى رجعنا على قد ما نقدر شابتر السولار راديشن في اسرع وقت ممكن. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجع درس البريشر والفلويدز في اقل من 10 دقائق ان شاء الله تعالى، هبدا الخص لك كده الدرس كله ونبدا نقرا مع بعض من النوتس بتاعتنا ونفتكر مع بعض اهم النقط اللي في الدرس عشان تستعد لامتحان الشهر. اول نقطه عندنا بتقول لحضرتك الفلويدز هي السوائل، واحنا قلنا فلويد مش معناها سوائل، معناها الكائنات اللي معناها الحاجات اللي بتتزحلق، الحاجات اللي عندها قدره ان هي تعمل فلو، تتزفلط. ايه الحاجات اللي بتتزفلط؟ الليكويد او الجاز. الليكويد ممكن يتزحلق والجاز لو رشته من البرفان هيبدا ينتشر في الجو، يعني يبدا يتحرك. يبقى الليكويد والجاز هي الحاجات اللي ممكن نقول عليها فلويدز. طب يا دكتور ايه الفرق الليكويد عن الجاز؟ الليكويد الميه ما ينفعش تضغطها، مفيش حاجه اسمها الميه بتضغط، انما الجازز البخار ينفع يتضغط، ينفع يتضغط. يبقى كده يا دكتور اللي يفرق ما بين الليكويد والجاز، الجاز ليس الجاز لديه قدره ان هو يعمل كومبرست يتضغط، بينما الليكويد ما بيتضغطش، بيقاوم الكومبريشن وبالتالي بيحفظ الفوليوم بتاعه ثابت. يعني ايه بيحفظ الفوليوم بتاعه ثابت؟ يعني الفوليوم بتاع الميه بيفضل ثابت، حطيتها في الكوبايه، حطيتها في الشفشه، حطيتها في الفنجان، هي هي نفس كميه او نفس مساحه الميه. طيب نيجي بعد كده اهوت على البريشر، وقلنا يا دكتور البريشر اللي هو ايه؟ لو قدام حضرتك مكعب، المكعب ده يا دكتور عليه فورس من يمين والشمال وفوق وتحت، فين الضغط؟ الضغط هي القوه اللي بتنزل عليه بيربنديكلر، بيربنديكلر، ودايما الضغط ده بيكون فورس تساوي كميه الميه اللي فوقيه مش اللي تحتيه، اللي فوقيه مش اللي تحتيه. فقال لحضرتك ان البريشر، البريشر الضغط يساوي وزن، وزن الليكويد اللي هو الميه اللي فوق النقطه اللي بيسال عليها. يعني دي نقطه بيسال على الضغط فيها، بص على الميه اللي فوقيها. طبعا خلي بالك هو البريشر مش ضغط الميه بس، لا ده ضغط الميه بلس ضغط الاتموسفير، الهواء اللي فوق اصلا. وقلنا الضغط القانون اللي هي فورس، فورس وقوه بتنزل على الاريا بتاع ده، فقال لك يبقى البريشر فورس على اريا، انا كاتبها لحضرتك هات البريشر فورس على اريا، وقلت لك الفورس بتتقاس بالنيوتن والاريا بتتقاس بالمتر سكوير، فممكن نقول ان اليونت بتاعت البريشر نيوتن بير متر سكوير، او لو مش عايز نيوتن بير متر سكوير ممكن تقولها باسكال، الباسكال دي اللي هي الوحده اللي بنقيس بيها البريشر، وممكن تحول الباسكال ديت لوحده اكبر شويه اللي هي اسمها البار، اللي هي اسمها ايه يا جدعان؟ اسمها البار. بص مكتوبه لحضرتك اهي، ثانيه واحده كده يا جدعان انا هكتبها لك، نوت اللي هي البار. طب ايه الفرق يا دكتور بين باسكال وبار؟ بص هتلاقيني كاتب بار، البار هي الضغط الكبير والباسكال هي الوحده الصغيره. يعني مثلا لما اجي اقول لك مثلا ايه جرام وكيلو جرام، الجرام صغير والكيلو جرام كبير، هنا الباسكال هي الضغط القليل والبار هي الوحده الكبيره. طب عشان نحول من بار لباسكال نضرب في 10 باور 5، طب عشان نحول العكس بنعمل ديفايدد 10 باور 5 بار 2. خلاص؟ طيب في قانون تاني للبريشر غير ان هو فورس قوه بتنزل على الاريا؟ في قانون تاني اللي هو رو جي اتش، اللي هو الرو اللي هي الدنستي بتاعت الميه، ودنستي الميه في الاغلب على طول بتبقى 1000،
والجي اللي هي جرافيتي، الجرافيتي الجاذبيه اللي بتشد الحاجه لتحت، والهايت اللي هو العمق. يعني ايه العمق يا دكتور؟ العمق يعني لو انا راسم لحضرتك كده اهوت بيكر مثلا، والميه هنا اهوت، او سوري الميه هنا اهوت في النقطه دي، فالضغط هنا اهوت بيتحسب ازاي؟ دنسيتي الميه، كثافه الميه في الجاذبيه لا جرافيتي، في ارتفاع او عمق الميه. العمق ده اسمه هايت. اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه هايت. وكل لما العمق يزيد، يعني كل ما تنزل تحت في الميه كل ما الضغط اللي نازل عليك يزيد اكتر. يبقى احنا كده عندنا يا دكتور قانونين البريشر، يا الا تقول فورس على اريا، يا الا تقول له رو في جي في اتش. تالت حاجه بقى عايزك تعرفها مهمه جدا، ان البريشر اللي محطوط مثلا على النقطه ديت مش ضغط الميه اللي فوقيها بس، لا ده ضغط الميه. ثواني كده، يعني ايه اللي ضغط على النقطه ديت؟ ايه اللي ضغط على النقطه ديت؟ الميه اللي فوقيها زائد الهواء. يعني الضغط الكلي التوتال بريشر يساوي ايه اللي ضغط على دي؟ الووتر بلس الهواء. الهواء ده اللي هو الاتموسفير، اللي هو البي اي بريشر اوف اتموسفير، وده رقم بيديهولك ثابت تقريبا بيبقى 10 باور 5. طب البريشر بتاع الليكويد اللي هو ضغط الميه بنجيبه ازاي؟ دنسيتي الميه في الجرافيتي في الهايت اللي هو العمق بتاع الليكويد. خلاص؟ طيب قلت لك البار اهيت، الواحد بار بيساوي 10 باور 5 باسكال، فاحنا خلاص قلناها ديت. قلت لحضرتك برضو لازم تاخد بالك من حاجه، ان البريشر اللي موجود مثلا على الشخص ده جاي عليه ضغط يمين وضغط شمال وضغط فوق وضغط تحت، كل البريشرز ديت ايكوال، يعني الضغط بيجي عليه من كل الاتجاهات قد بعض. خلاص؟ طب انا يفرق معايا ايه اللي بحسبه؟ يفرق معايا مش الضغط اللي بيزقه يمين ولا بيزقه شمال، لا انا يفرق معايا الضغط اللي جاي منين. هنفرق معايا الضغط اللي جاي من فوق. الضغط اللي جاي منين؟ من فوق. تعالى بقى نشوف مع بعض كده هوت القوانين بتاعتنا. اول قانون بيقول لحضرتك لو انت واقف على سطح الميه، لو انت واقف على السي ليفل، يعني ايه السي ليفل؟ يعني على ارتفاع الميه، هنا اهو وهنا اهو وهنا اهو وهنا اهو وهنا اهو، انهي نقطه من دول عليها ضغط اعلى؟ كلهم قد بعض. ليه كلهم قد بعض يا دكتور؟ لان لما تيجي تبص كده هوت هتلاقي ايه؟ هتلاقي ديت فوقيها الاتموسفير، ودي فوقيها الاتموسفير، ودي فيها الاتموسفير، ودي فيها الاتموسفير، ودي فوقيها الاتموسفير. فالخمسه بيضغط عليهم الهواء، وبالتالي ضغط الهواء في كل حته متساوي، فبالتالي البريشر في كل دول ايكوال. يبقى لو البوينت، لو النقط، ركز معايا، لو في بوينتس كتيره كلها على نفس الليفل، يعني كلها على نفس الخط، فالضغط اللي نازل عليهم متساوي. خلاص؟ طب يا دكتور لو جاب لي مثلا في الامتحان نقطه تحت ونقطه فوق، اقول له لا اللي تحت عليها ضغط اكتر من اللي فوق، لا اللي تحت عليها ده ضغط اكتر. يبقى لو كلهم على نفس الليفل كلهم زي بعض، لو واحده تحت وواحده فوق فاللي تحت هي اللي عليها فورس او بريشر اكتر. طيب وده اللي يفهمك ان الليكويد اللي موجود في انابيب متصله ببعضها، يعني ادي سائل ميه موجوده في كل الانابيب اهي، هل السوائل هنا وهنا 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 تحمل ضغط مختلف؟ لا، هنا زي هنا زي هنا زي هنا زي هنا، كلهم عليهم نفس الضغط. وده اللي يفهمك يا باشا ان انت لما تيجي تقول مثلا انا واقف على سطح البحر من ناحيه مصر، واحد واقف على سطح البحر من ناحيه فرنسا، واحد واقف على سطح البحر من ناحيه اسبانيا، كلنا على سطح البحر، كلنا فوقنا الهواء، يبقى كلنا علينا نفس الضغط، نفس البريشر. خلاص؟ وطبعا مستوى سطح البحر ده بيسموه ايه؟ بيسموه سي ليفل. خلاص؟ طيب بعد كده كان عندنا القوانين بتاعت المسائل. عندنا مسالتين كانوا موجودين في الكتاب. المساله الاولانيه كان بيقول لحضرتك ان في غواصه دي الاريا بتاعتها، طبعا ما دام قال لك اريا نكتب القانون اللي هو فورس على اريا. طبعا اللعبه كلها هنا ان هو مدي لك الاريا بالسنتيمتر، وانت لازم تحولها لمتر سكوير، عشان تحولها لمتر سكوير تضرب في 10 باور نيجاتيف 4. فتاخد الرقم اللي هو 1000 ده اهو تضربه في 10 باور نيجاتيف كام؟ باور نيجاتيف 4. ومدي لك طبعا الفورس اهيت ب 4000، فتحط ال 4000 فوق وتعملهم ديفايد ببعض وتطلع البريشر بتاعك. اللي تحتها جاب لحضرتك عايز التوتال بريشر، التوتال بريشر اللي نازل على غواص، الغواص ده على عمق 10 متر. طيب اول حاجه لازم ترسم معايا، نرسم مع بعض كده اهوت بيكر، او كان ده بحر مثلا، وادي الفيش او الغواص، العمق 10 متر يعني الهايت 10 متر، ومدي لك الدنستي ب 1000، ومدي لك الجرافيتي ب 10، يعني هو كده مدي لك الرو والاتش والجي. طبعا هتضرب الثلاثه في بعض هتجيب البريشر بتاع الميه اللي نازله على الغواص. طب انا يا دكتور جبت البريشر اللي هو رو جي اتش، لازم ازود عليه ايه؟ لازم ازود عليه كمان ضغط الهواء،
لان اللي بيعوم ده الميه فوقيه والهواء كمان فوقيه، فبجيب البريشر بتاع الميه اللي هو رو جي اتش الدنسيتي بتاعت الميه في جرافيتي في الهايت بتاع الميه بلس، ما تنساش البلس، ما تنساش بلس البريشر بتاع الهواء اللي هو كده كده هيديهولك اهو رقم ثابت اللي هو ده. يبقى ما تنساش ان لو في واحد يا دكتور بيحل او واحد بيعوم في الميه فاللي نازل عليه ضغط الميه بلس ضغط الهواء، يبقى ضغطين تجمع الاثنين مع بعض، بريشر اوف اتموسفير والبريشر بتاع الليكويد. احنا قلنا البريشر بتاع الليكويد اللي هو ايه؟ اللي هو رو في جي فاتش. خلاص؟ طيب الناس اللي واقفه على سطح الميه اللي على السي ليفل على سطح الميه ايه اللي فوقيها؟ الهواء الاتموسفير. ضغط الهواء كام؟ ضغط الهواء 1.013 تايم 10 باور 5، ده رقم ثابت. كل ما ننزل تحت كل ما الضغط اللي نازل عليك هيزيد، يبقى كل لما البريشر كل ما الدبس يزيد فالبريشر هيزيد. طب بيزيد يا دكتور قد ايه؟ بيزيد بمعدل واحد اتموسفير كل 10 متر. يعني ايه كل 10 متر؟ يعني انت مثلا واقف على السيرفس اهو، فالسيرفس هنا الضغط عليك واحد اتموسفير. طب نزلت 10 متر هيبقى 2 اتموسفير. طب نزلت كمان 10 متر بقى 3 اتموسفير. طب نزلت كمان 10 متر ب 4 اتموسفير. يبقى كل ما تنزل تحت 10 متر كل ما الضغط يزيد 1 اتموسفير. وبالمناسبه احنا قلنا ال 1 اتموسفير يساوي 10 باور 5 نيوتن بير متر سكوير، عشان انت لو عايز تحول، يعني لو قال لك 1 اتموسفير يعتبر كام باسكال؟ يعتبر 10 باور 5 باسكال. خلاص؟ على اعتبار ان انا الرقم دوت بحسبه ب 1 كابروكسيميشن يعني. خلاص؟ طيب في بعد كده هو الكائنات اللي بتعيش بقى في العمق. طبعا قال لك ات ديب سي في البحر العميق البريشر بيبقى قوي جدا، بيبقى فيري انتنس، يعني بيكون الضغط جامد جدا، فبالتالي لازم الكائنات تحاول تتاقلم عليه. لازم الكرييتشرز اللي هي المخلوقات اللي ربنا خلقها في الميه تقدر تعمل ادابت، تقدر تتاقلم. طب ازاي هتتاقلم يا دكتور؟ عندك ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه لو كائنات على سطح الميه فالضغط عليها قليل، ضغط قليل يبقى مش محتاجين تبقى قويه، فجسمها بيكون less strong، بيكون ضعيف. ليه؟ لان هي عليها low pressure. الكائنات اللي في نص الميه اللي هي على عمق من 200 ل 1000 متر الضغط عليها كتير شويه، ضغط متوسط كده، يعني مش ضغط جامد بس ضغط متوسط. فربنا مديهم حاجه اسمها اير بلادر. ايه هي الاير بلادر او الجاز بلادر؟ اللي هو الكيس الهوائي. طب ليه يا دكتور ربنا مديهم كيس هواء؟ كيس مليان هواء عشان يبقوا عاملين زي البالونه، فلما يتنفخوا البالونه لما تتنفخ بيحصل لها ايه؟ تبدا تطلع لفوق. فربنا حاطط السمك البولتي والبوري اللي هي البولتي والسلمون والبوري حاطط لهم جاز فيلد يعني كيس مليان هواء عشان يخلي وزنها خفيف فتطلع لفوق فما تتعرضش لضغط عالي. يبقى ربنا اداها جاز فيلد سويم بلادر عشان تقدر تعمل فلوتنج تطفو على سطح الووتر. خلاص؟ طيب حاجه ثانيه، الكائنات بقى اللي تحت خالص، السمك اللي تحت خالص اللي هو الدنيا عنده صعبه والضغط جامد والسمك هيفرقع، ربنا يخليه قوي يستحمل الضغط. طب قوي دي يعني ايه؟ اولا السمك اللي تحت اللي هي الري فيش والشارك، اول حاجه جسمهم يبقى كومباكت. كومباكت يعني جسم قوي. قوي يا دكتور يعني هاي دينست، يعني جسم كثيف، جسم تقيل. ليه؟ عشان يستحمل الضغط اللي نازل عليه. ربنا يخليه جامد، عنده بروتينات كتيره وعنده سوائل. ربنا ما يخليش عنده سوام بلادر. طب ليه يا دكتور ده ما عندوش اكياس هوائيه؟ لان الهواء لو نزل او البالونه المنفوخه هواء لو نزل عليها ضغط جامد ممكن تفرقع او ممكن تكرمش. ربنا بقى مش عايزها تكرمش، فيعمل ايه؟ يستبدل كيس الهواء ده، بدل ما هو كيس هواء يحط لها كيس زيت اويل بلادر. يبقى هما ما عندهمش كيس فيه هواء عشان ما يحصلوش كولابس، عشان ما يكرمش يعني من الضغط، بس ربنا مديهم كيس فيه زيت. طب ليه يا دكتور؟ الزيت ده ليكويد والليكويد ما بيتضغطش، فبالتالي لو السمكه او الشارك او الري فيش فيها زيت وانت ضغطت على الزيت، الزيت مش هيحصل له حاجه، يبقى الزيت هيقاوم الضغط في نفس الوقت مش هيفرقع، في نفس الوقت هيخلي السمكه وزنها مش تقيل قوي. يبقى عندنا هنا هو ليفر اويل ليكويد، زيت طالع من الكبد بتاع الشارك. طب الزيت ده طالع ليه يا دكتور؟ عشان يستحمل الضغط ويخليها تبقى بوينسي، تخليها خفيفه تقدر تطفو، بس مش تطفو على السطح خالص، لا هتطلع سنه بس في نفس الوقت مش هواء، لان الهواء لو عليه ضغط جامد هيكرمش، البالونه لو منفوخه عليها ضغط هتكرمش، انما لو زيت الزيت مش هيكرمش لان السوائل احنا قلنا ما بتضغطش. خلاص؟ طيب اخر حاجه بقى، في نوعين من السمك، احنا قلنا البولتي والبوري ربنا مديهم شوك، الشوك دوت اللي هو العظم اللي هو البونز، والبونز ديت مصنوعه من كالسيوم عشان تخلي السمكه سبورتد يعني محميه،
او ستيبلايز يعني متزنه تحت الضغط. انما بقى السمك اللي تحت خالص اللي مش البلطي والبوري، الشارك اللي عليه ضغط مش متوسط، عليه ضغط جامد، لو خليته ناشف هيتكسر، لان انا قلت لك لو انت معاك ترابيزه خشب وجيت تنط عليها او جيت تخبطها بشاكوش هتتكسر. انما لو انت معاك صلصال وجيت تخبطه بشاكوش مش هيحصل له حاجه. يبقى الصلصال عنده مرونه، والمرونه لو جه عليها ضغط عالي ما تتكسرش، عكس الخشب جامد لو جه عليه خبطه جامده ممكن يتكسر. فالشارك ربنا يبدل له العظم بحاجه اسمها كوندروسايسز، اللي هي خلايا كارتليج، خلايا غضروفيه. طب الغضروفيه دي يا دكتور مالها؟ الغضاريف دي اكتب كده عامله زي الصلصال، عامله الكارت عامله زي الصلصال. طب الصلصال ده حلو في ايه؟ فليكسبل، مرن، واخف من العظم. طب خفيف، طب خفيف ليه يا دكتور؟ خفيف علشان لما يجي عليه ضغط، او مرن عشان لما يجي عليه ضغط يستحمل ما يتكسرش. يبقى تو ويز ستاند الهاي بريشر عشان يستحمل الضغط العالي. وكمان ربنا خلى الشارك عنده خلايا فيها لايبوبروتين. اللايبوبروتين ده اللي هي بروتينات بتقوي، ولايبو اللي هي ليبيدز، والليبيدز بتخلي الخلايا مرنه. طب دكتور مرنه ليه؟ احنا قلنا مرنه علشان لو جه عليها ضغط عالي ما تتكسرش، لان انا قلت لك لو حاجه ناشفه وعليها ضغط هتتكسر. طب يا دكتور عشان ما تتكسرش خليها مرنه. يبقى اللايبوبروتين البروتينات والدهون التي توجد في السيلز موجوده عشان تخلي الخلايا الاستيك، فبالتالي ما تعملش كولابس، ما تكرمش خليه عليها ضغط. لو هي مرنه هتيجي تضغط عليها من حته هتبص من الحته الثانيه، مش هتكرمش، وفي نفس الوقت تقلل تاثير الضغط عليها. يبقى الخلاصه انت خليه عليكي ضغط او انت سمك عليكي ضغط عالي ما تنشفيش، خليكي مرنه. ليه؟ عشان لما تبقي مرنه الضغط ما ياثرش فيكي، انما لو انت ناشفه والضغط كان جامد هيكسرك. خلاص؟ ده كده هو ملخص سريع جدا للدرس بتاع الفلويدز. اتمنى يكون الفيديو ما طولش عليك. سريع لتشابتر الفلويدز او تشابتر السوليوشنز بمعنى اصح، درس التامن عندنا في منهج الكومبايند ساينس. هنبدا مع بعض بسرعه نعمل ملخص، وان شاء الله تعالى ما يطولش مننا ونلحق ننجزك قبل امتحان الشهر. هنخش مع بعض كده ونقرا مع بعض اللي احنا خدناه. طبعا انا هقرا قراءه سريعه وهفكرك بكل التفاصيل عشان لو انت ناسي حاجه ده يفكرك بسرعه بدل ما ترجع تذاكر من الصفر. قال حضرتك اول حاجه هنعملها لو احنا فتحنا الحنفيه والحنفيه بدات تنزل ميه، هل الميه بتنزل نظيفه؟ لا مش نظيفه. الووتر از نوت بيور، الووتر مش بيور. طب يا دكتور الووتر فيها ايه؟ والله الووتر بيبقى فيها مثلا شويه ملح، نازل فيها شويه سموم، نازل فيها شويه زباله، بدليل ان انت بتحط الميه في الفلتر، الفلتر بينزل الميه ويفلتر لك شوائب بنت لذينه. يبقى الووتر اول حاجه هتعرف ان هي نوت بيور، ده الووتر دايب فيها شويه حاجات suspended in it، يعني واقعه فيها، متعلقه فيها. انا اللي يهمني ان الحاجات اللي بتجوف في الميه ديت هتاثر على الدنستي اوف ذا ووتر. يعني ايه تاثر على الدنستي؟ يعني والله يا دكتور حضرتك كان مع حضرتك ان هو 1 2 3 ميه، دي ووتر صح ولا غلط؟ صح. طب حضرتك لما تحط لي في النص ان هو كده هو ملح وملح وملح وملح، حضرتك كده عملت زحمه، والزحمه يعني دنستي. الزحمه يعني ايه؟ يعني دنستي. يبقى لما في حاجات تدوب في الميه ده هيزود الزحمه اللي في الميه فيزود الدانستي، وده هياثر على بعض الصفات اللي فيها. طب الصفات دي يا دكتور زي ايه؟ تعالى بقى ناخد بالتفصيل. دي مقدمه مش فارقه معايا قوي غير انك تعرف ان الميه بيبقى معاها شويه شوائب، ويلا بينا نعرف يعني ايه ووتر ومعاه شوائب. قال لك اول حاجه هنعرفها ان في حاجه اسمها اكوا سوليوشن. يعني ايه اكوا سوليوشن؟ اكوا سوليوشن يعني محلول فيه ميه بلس حاجه، ميه بلس حاجه. فالمحلول عباره عن ميكتشر هوموجينيوس. ميكتشر يعني هوموجينيوس، يعني ما تقدرش تفرقه. يعني مثلا ميه دايب فيها ملح هتقدر تفرق الميه عن الملح؟ لا. ميه دايب فيها سكر مش هتقدر تفرقها، ميه دايب فيها شاي مش هتقدر تفرقه. انما مثلا ميه ورمله، لا الرمله هتقدر تفرقها. يبقى هوموجينيوس ميكتشر هو عباره عن حاجتين ما تقدرش تفرقهم عن بعض. الحاجتين دول اولا بيبقى سولفنت، السولفنت ده اللي هو الميه اللي هتذوب السوليوت، هتذوب الملح. يعني السوليوت ده اللي هو الماده الكيميائيه اللي هتذوب، سواء بقى كانت ملح كانت سكر كانت اي حاجه. طيب يبقى اول حاجه تيجي تعرفها كلمه كونسنتريشن، تركيز. التركيز ده يساوي ايه؟ كميه السوليوت اللي كميه الملح اللي دايبه في كميه السولفنت اللي هو الميه. يبقى اول حاجه هنعرفها واتس مينت باي كونسنتريشن، كميه السوليوت يعني كميه الملح اللي دايبه في الفوليوم بتاع السولفنت. طيب يعني بالبلدي كده الملح اللي في الميه، الملح اللي في الميه، الملح اللي في الايه؟ اللي في الميه. كل ما تزود ملح كل ما الكونسنتريشن او التركيز يزيد. طيب نبدا نمشي واحده واحده كده مع بعض.
الله حضرتك كل ما حضرتك تزود الديزولفد سبستانس اللي هو الملح، يعني خلينا نشتغل ان الحاجه اللي هتدوب دي ملح، كل ما تزود الملح في الميه هيعمل ايه؟ هيعمل زحمه، ولما يعمل زحمه الدنسيتي تزيد، يبقى كل لما تزود الكونسنتريشن اوف الديزولفد سبستانس ذا دنسيتي هاير، يعني هتزيد، ده يخلي العلاقه دايركت. دايركت يعني ايه؟ زود ملح هتزود الوزن وبالتالي الدنسيتي هتزيد. يبقى مين اتقل، الووتر ولا ووتر وملح؟ لا ووتر وملح، ميه وملح هتبقى اتقل. طيب قال لحضرتك ده هيخلي الميه تتحرك حاجه اسمها فيرتيكال كارنت. يعني ايه فيرتيكال كارنت بقى؟ قال لحضرتك شوف يعني ايه فيرتيكال كارنت. لو انا رسمت لحضرتك مثلا هنا كده اهو موجه، فالموجه المفروض بتبقى بالعرض، الموجه اللي بالعرض في الميه دي كده هوريزونتال، هوريزونتال يعني بالعرض. انا بقى هعمل حركه حلوه، هعمل ايه؟ هقول لك يا باشا ان في ميه في عمق المحيط، الميه اللي في عمق المحيط ديت هاي دينستي. ليه هاي دينستي؟ عشان تحت فتقيله، والميه اللي فوق على السطح لو دينستي. طب ليه لو؟ عشان خفيفه. طب احنا يا دكتور عندنا قاعده بتقول التقيل بيزق الخفيف، يعني انت مثلا ما ينفعش انت تيجي تزق واحد اتقل منك، مش هيتزق، انما هو هو تقيل ينفع يزقك. انت لو جيت مثلا سندت على 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 خشبه، على على شجره، الشجره مش هتتزق، لما جيت زقت سندت على بالونه، البالونه هتتزق. يبقى انت تقدر تزق الحاجه الاخف منك، التقيل يزق الخفيف. فاحنا عندنا الميه اللي في العمق هاي دينستي تقيله، والميه اللي فوق خفيف، ما هي لو مش خفيف ما كانتش طلعت. فايه اللي يحصل؟ تبدا الميه اللي في الدبس اللي في العمق تبدا تتحرك لفوق وتزق اللي فوق. خلي بالك بص، بتتحرك كده اهو، بتتحرك كده اهو، يعني بتمشي بالطول ولا بالعرض؟ ده كده يا دكتور بالطول، فيسموا ده فيرتيكال كارنت. يعني ايه فيرتيكال كارنت؟ يعني الميه طالعه من تحت لفوق بالطول، فطبعا الميه اللي تحت تطلع فوق. ايه الحكمه في كده؟ الاكل بيبقى موجود تحت في عمق المحيط، فالميه لما تطلع لفوق تزق الاكل لفين؟ تزق الاكل لفوق. يبقى يحصل فيرتيكال كارنت، ده بينقل الكائنات الحيه اللي في الدبس يطلعها على السيرفس، والعكس صحيح، وبينقل كمان النيوترينت الاكل او المغذيات. ما تنساش يعني ايه فيرتيكال كارنت، يعني ميه بتتحرك مش بالعرض، لا ميه بتتحرك من تحت لايه؟ من تحت لفوق. طيب نبدا نكمل مع بعض بقى. قال لحضرتك في بعض الكولاجيتيف بروبرتيز اوف ذا ووتر، بعض صفات الميه زي ايه؟ زي مثلا ركز معايا، زي البيبر بريشر. ما تنسانيش بس في حاجه مهمه جدا، اني انا ماليش دعوه، ماليش دعوه بنوع الملح. يعني مش يقول لي مثلا هو انا ضربت ملح كذا يختلف عن ملح كذا، اقول له لا، نحن نتحدث عن كميه الملح. كل ما تزود ملح كل ما الوزن يزيد. هل انا فارق معايا اسم الملح؟ لا مش فارق معايا، يعني انا مش فارق معايا نوع الملح، فارق معايا كميته، النمبر بتاعه، عشان دي مهمه جدا اللي انا عامل عليها لايت مهم. احنا بنفرق او احنا بيفرق معانا كميه الملح اللي حطيته او كميه السوليوت مش نوعه. طيب نبدا نمشي واحده واحده. في حاجه اسمها فيبر بريشر. يعني ايه فيبر بريشر يا دكتور؟ الضغط اللي بيخلي الميه تتبخر. هو فيبر يعني بخار، وبريشر يعني ضغط. فبيقول لحضرتك الباراجراف اللي هو للقراءه، خلي بالك اللي انا بقراه سريعا ده مش هايلايتد، يبقى مش ده اللي هيتذاكر او ده اللي حفظ يعني. طيب بيقول لك لو ليكويد والفوبر بتاعه في دايناميك ايكوليبريم، يعني بيتحركوا، فالمفروض البخار ده بيتكون عن طريق الميه اللي تحت ولا اللي فوق؟ يعني انت لو معاك براد ميه، الميه اللي تحت اللي بتغلي ولا اللي فوق؟ اللي فوق. يبقى الفيبور ده بيتكون على السيرفس، above the surface، وده بيطلع نتيجه تبخر الايفابوريشن بتاع شويه ميه. يبقى احنا هنتفق مع بعض، ما هو الفيبور بريشر؟ هو ضغط الميه اللي بتتزق لفوق. طب الميه بتتزق لفوق دي في الدبس ولا في السيرفس؟ اكيد في السيرفس، اكيد اللي على السطح هي اللي بتضغط لفوق عشان تطلع. تمام تمام واحد قال لي طب انت محتاج ايه يعني؟ انا مش فاهم، انا بس بفهمك ان الميه عشان تتبخر لازم تتزق لفوق. ماشي يا دكتور، يحصل لها بريشر يعني. فين برضو السؤال؟ ده مش سؤال، ده جاست قراءه. السؤال بقى من اول هنا اهو، انا معايا نوعين من الـ من الـ من الليكويد، يا الا ميه لوحدها، ولازم تبقى فاكر ميه لوحدها يعني ايه؟ ووتر ووتر ووتر، اللي ما بين كل ووتر والتانيه، ركز معايا، ما بين كل ووتر والتانيه بوند اسمها هيدروجين بوند، اسمها هيدروجين بوند. فبيقول لحضرتك ان الووتر لو بيور هيبقى فيه، بص ركز معايا، هيبقى فيه اتراكشن فورس تو ايتش اذر، كل ميه ماسكه في الثانيه، واتراكشن فورس نتيجه الهيدروجين بوند. يعني ايه؟ يعني الووتر دي عباره عن H2O، الاتش ماسكه في الاو، صح؟ صح، يعني ان هو H2O متماسكه، وال H2O متماسكه، دي متماسكه مع نفسها، متماسكه مع اللي جنبها، ومتماسكه مع اللي جنبها. طبعا جوه هنا في كوفيلنت، واللي بره ديت هيدروجين بوند. فانا كده كده عارف ان الميه ماسكه في بعضيها،
والميه لما تبقى ماسكه في بعضيها عشان انت تفككها او عشان تغليها او عشان تعملها بويلينج محتاج درجه حراره 100. درجه الحراره كام؟ 100. طب انا بقى يا دكتور لو جيت في وسط الميه ديت وقمت حطيت ملح 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 ملح، الملح ده هيعمل ايه؟ الملح ده رقم واحد هيعمل زحمه، وبعد ما يعمل زحمه هيمسك في الميه، هيمسك في الميه، هيمسك في الميه، هيمسك في الميه، فعدد الروابط عدد البوند هتزيد، هيحصل اتراكشن ما بين الميه وبعضيها والميه والملح. يعني مش اتراكشن ما بين الووتر وبعضها بس، ده كمان ما بين الووتر والملح، بقى كده في اتنين اتراكشن، بقوا ماسكين في بعض اكتر، او بالبلدي الملح كلبش في الميه. يبقى الووتر لو حطيت عليها سولت هيبقى عليها عندها اتراكشن فورس زياده مع الملح مع الصوليوت، وده هيخليها سهله تتفكك او سهله تتبخر؟ لا طبعا. ليه؟ في الاول خالص الميه كانت واقفه لوحدها، ممكن نكسر البوند دي والبوند دي ونطيرها. دلوقتي ما بقتش واقفه لوحدها، دي ماسكه في ملح وماسكه في ملح وماسكه في ملح وماسكه في ملح، فبالتالي عشان تفكك كل دول هتبذل مجهود اكتر. فبالتالي هناك في السوليوشن عشان تفكك الميه او عشان تبخرها محتاج بويلنج بوينت، درجة غليان أعلى أعلى من المية. لو المية العادية بتغلي عند 100 هناك محتاج درجة حرارة أعلى عشان تكسر بوند أكتر. يبقى هنا أهو لو حطيت نفس درجة الحرارة هل كمية المية هتتفكك؟ لا، كمية قليلة جدا اللي هتتفكك. ليه؟ لأن الملح هنا مكلبش فيها. يبقى لما تحط ملح الملح يمسك في المية يمنعها إن هي تتبخر. يبقى هنا فيور ووتر كان ايفابوريت، كميه ميه قليله اللي هتتبخر، فبالتالي كده كميه الفيبور اللي خارج البخار اللي طالع هيقل. يبقى دي خلي بالك منها مهمه جدا، لما تزود ملح البخار هيزيد؟ لا، لما ازود ملح يا دكتور الملح هيمسك في الميه يخلي الميه ما تطرش لفوق، يخلي الميه ايه؟ ما تطرش، ما يحصلهاش ايفابوريشن. يبقى الفيبور بريشر عكس كميه السوليوت، يعني كل ما تزود ملح كل ما البخار اللي طالع يقل. طب يا دكتور البخار هيقل ليه؟ لان الملح مش هيسيب الميه تتبخر. الملح هيمسك في الميه يقول لها ما تعمليش ايفابوريشن. طيب دخلني على اللي وراه. البويلنج بوينت احنا قلناها خلاص، قلنا يا دكتور ان كل لما حضرتك تزود ملح هيمسك في الميه اكتر، فعشان تغلي محتاجه درجه بويلنج بوينت درجه حراره اعلى. يبقى كل ما تزود ملح كل ما تحتاج تزود البويلنج بوينت. يبقى دي دايركت بروبورشن مكتوبه هناك اهي. قال لك ذا سوليوشن عشان يغلي درجه غليانه اعلى من الميه، يعني الميه لو بتغلي عند 100 فالسوليوشن مثلا يغلي عند 120. ليه؟ عشان في بوند روابط ما بين الملح اللي هو الصوليوت والسولفنت اللي هو الميه، فده هيحتاجك تستهلك انرجي اكتر عشان تعمل فابورايز ذا ليكويد انك تبخر الليكويد. يبقى ده سؤال جيف ريزن ليه البويلنج بوينت بتاعت السوليوشن اعلى من الميه؟ عشان السوليوشن الميه ماسكه في بعضيها وماسكه كمان في السولت او في الصوليوت، وده هيحتاجك تزود الانرجي اللي بتعمل ايفابوريشن. طيب قال لحضرتك برضو معلومه اهي، حته بقى البريشر، حته بقى البريشر دي مهمه جدا. قال لك الليكويد بيغلي خلاص لما الفيبر بريشر بتاعه يكون ايكوال الاتموسفيريك بريشر، يعني لو البريشر بتاع البخار قد الهواء فهيطلع على الهواء وينتشر. طب انا بقى يا دكتور ركز لي بقى معايا دي كده اهوت مهمه جدا. لو البريشر ثابت، لو البويلنج بوينت بتاعت البيور ليكويد، يعني ايه بيور ليكويد؟ بيور ليكويد يعني ميه سليمه ما فيهاش ملح، بتغلي عند 100. لو الضغط ثابت فهتفضل تغلي عند 100، يعني يا دكتور لو انا حطيت الميه هنا هتغلي عند 100، حطيتها هناك هتغلي عند 100، حطيتها هنا هتغلي عند 100. يبقى طول ما الضغط ثابت، ركز في دي، طول ما الضغط ثابت درجه غليان الميه مش هيحصل لها حاجه. واحد قال لي هو الضغط لو اتغير هتفرق؟ اه هتفرق. طب هتفرق في ايه بقى؟ ده اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. يعني الجمله دي انت ممكن ما تفهمهاش بس تفهم اللي جاي احسن منها. لما نعمل ضغط ايه اللي يحصل؟ تعالى نفتكر مع بعض كده اهوت. لما تزود البريشر، لما تزود البريشر المولكيولز بتقرب من بعض، فلما تقرب من بعض تعمل زحمه. يعني ايه تعمل زحمه؟ يعني بدل ما هم مثلا كانوا ثلاثه بعيد عن بعض كده اهوت، ثلاثه سيبريتد، لا ده انا هاخد الثلاثه دول، هاخد الثلاثه دول والزقهم في بعض لان انا كبستهم. طبعا لما نكبسهم هينكشوا بعض، فلما ينكشوا بعض يبقى صعب ان هم يتفصلوا. يبقى انت لما تعمل بريشر يا باشا، لما تضغط الحاجه هتقرب من بعض فالدنسيتي تزيد، فبالتالي عشان تفصلهم هتحتاج مجهود كبير، هتحتاج تمبريتشر او بويلنج بوينت اعلى. يبقى البويلنج بوينت درجه الغليان هتزيد لو البريشر
زاد. يبقى كل ما تزود الضغط كل ما الحاجه تقرب من بعض، فالدنستي تزيد فالزحمه تزيد، فتحتاج تستهلك حراره او درجه غليان اعلى، بويلنج بوينت اعلى. خلاص؟ طيب في عندنا بعد كده هو بيقول له حضرتك هل ينفع الميه العاديه تغلي عند درجه حراره اقل من 100؟ والله يا دكتور ده في حاله واحده بس. عارف ده في حاله ايه؟ في حاله لو حضرتك ضغطت الميه، هتقال بس الميه ما بتضغطش. قلت له لو الميه دي احنا جايبينها مثلا من الدبس اوف ذا اوشن، يعني ايه الدبس؟ في عمق المحيط. عمق المحيط كده كده الضغط فيه عالي. فلو الميه في ضغط عالي، في ضغط عالي ممكن تغلي في درجه حراره اقل من 100. خلاص؟ طيب السؤال الثاني بيقول له حضرتك what do you expect، ماذا تتوقع للبويلنج بوينت بتاعت الميه في سطح جبل وفي بريشر كوكر؟ طبعا بريشر كوكر يعني ايه؟ يعني الميه فيها بريشر عالي، فالبريشر لما يبقى عالي احنا قلنا البريشر لما يزيد، البريشر لما يزيد الميه هتقرب من بعضها فهتحتاج درجه غليان اعلى هتزيد. طب فوق في الهاي ماونتين طلعت جبل عالي، احنا قلنا يا دكتور كل ما ترتفع لفوق، خلي بالك سواء ترتفع لفوق او تنزل تحت في الميه الضغط بيزيد، فبرضه البويلنج بوينت بتاعت الميه هتزيد. طيب النقطة اللي بعد كده بقى الفريزنج بوينت. الفريزنج بوينت اللي هي ايه؟ اللي هي عكس البويلنج بوينت. يعني ايه؟ نقطة التجمد. المية العادية بتتجمد عند درجة حرارة زيرو. طب السوليوشن، السوليوشن اللي هو مية وملح، لا مش عند زيرو، عند رقم أقل من الزيرو. لس ذان زيرو. طب ليه لس ذان زيرو يا دكتور؟ خلينا أفهمك بالراحة. لو أنت مع حضرتك مية ومية ومية واحنا موجودين في روسيا، فالروسيا فالجو ساقع هناك، فالميه هتبدا تقرب من بعض عشان تتجمد، ما الجو ساقع. ده لو ميه عاديه، انما لو انا حضرتك بقى جيت في النص وقمت حطيت خوازيق كده زي الملح، سولت وسولت، الملح هيعمل ايه؟ الملح هيقف ما بين الميه والميه فيمنع ان الووتر تمسك في بعضيها. يعني الملح اتحط في النص ده هيخلي الميه ما تلزقش في بعض فما تتجمدش، فتفضل كل واحده لوحدها فيفضلوا ليكويد. يبقى الملح اللي حطيناه هيعيق، بص بص الملح ايه؟ هيعيق، هيهندر الفريزنج بروسيس. يبقى خلي بالك انهي اسهل في التجمد؟ انهي اسهل ان الميه تتجمع؟ ان ما يبقاش في حد في النص. والله يا دكتور لو هي ميه بس هتقرب من بعضها وتبقى تلج. طب لو انا حطيت ملح في النص، الملح هيبعدهم عن بعض. ما يبعدهم عن بعض ما يعرفوش يتجمدوا. يبقى كده الفريزنج بوينت بتاعت السوليوشن اقل من الفريزنج بوينت بتاعت الووتر. يعني الميه لو بتغلي عند زيرو مثلا فالسوليوشن لا بيغلي عند حاجه اقل من الزيرو. هما كانوا بيعملوا حركه صايعه فين؟ في روسيا. كان يقول لحضرتك ان احنا بنعمل السولت بنرش ملح على الطرق. طب بنرش ملح على الطرق ليه في روسيا؟ قال لك هناك في روسيا المطره بتمطر، فالمطره لما بتمطر بتنزل ميه، انا بخاف الميه دي تمسك في بعضها وتعمل تلج، والتلج طبعا هيسد الطريق فيحصل حوادث في الطريق. فانا اعمل ايه؟ ارش، بنقول سلام عليكم، بيصحوا الصبح سلام عليكم، يرشوا ملح في الطريق. طبعا الملح دوت لما يتحط اهو الملح اهو هيخلي الميه تمسك في بعضها؟ لا، ده الملح واقف عزول، ده الملح واقف يبعد الميه عن بعضيها. خلاص؟ يبقى احنا بنحط سولت علشان ايه؟ علشان الووتر لما تنزل تتحول لسولت سوليوشن، والسولت سوليوشن محلول الملح ده مش هيدوب بسهوله، الفريزنج بوينت بتاعته اقل من الفريزنج بوينت بتاعت الووتر العاديه، وده يقلل يعمل ريديوس ديكريز الاكسيدنت الحوادث اللي على الطرق. خلي بالك بالعربي ان انت بتحط ملح عشان تمنع الميه ان هي تتجمد فالطريق ما يتسدش. ونوصل بعد كده هوت للاكزامبلز بتاعت بقى الكائنات المائيه. قال لك شوف توزيع الكائنات المائيه بسرعه كده هوت، في كائنات بتحب تعيش في ميه فريش وكائنات بتعيش في ميه سولتي. ماشي الكلام؟ ماشي الكلام. الفريش ووتر مثلا ما تقدرش تعيش في السولت والعكس صحيح، جاست اكزامبل يعني ما فيهاش نقط حفظ. خلاص؟ بس ممكن تفتكر الاماكن، السمك اللي كان بيعيش في الاماكن السولتي اللي هو مين؟ اللي هو الشارك. الشارك لو انت فاكره، الشارك ده اللي هو كان بيخزن جواه اليوريا عشان يبقى عنده هاي سولت او هاي كونسنتريشن او هاي اوزماتيك بريشر. خلاص؟ السمك اللي كان بيعيش في ميه فريش كان بيشرب ميه، كانت الميه بتخرج منين؟ من السكين او الماوس او الجلد. نفس الكلام في الاوزماتيك، الاوزماتيك اللي هو حركه الميه. برضو في بعض الكائنات تقدر تستحمل اماكن فيها ملح كتير زي الشارك، واماكن وبعض الكائنات تقدر تستحمل او تقدر تتاقلم مع الميه مش الملح عن طريق انها تخرج الميه الزياده. فده نفس الباراجراف اللي فوق، في كائنات بتعيش في الاماكن المالحه وهي معاها ملح، في اماكن بتعيش في الميه العذبه وعارفه ازاي تخرج الميه الزياده منها عشان ما تفرقعش.
بعد كده قال لحضرتك كميه النيوترينت، طبعا كميه المغذيات والملوثات، لو الميه مليانه نيوترينت فالنيوترينت ديت هتساعد في الجريتر دايفرستي، يعني هتساعد في انتشار كائنات اكتر. انما لو بوليوتد، لو ملوثه، الملوثه ديت هيؤدي الى لور دايفرستي، يعني هيقلل انتشار الكائنات. طيب بعد كده سيزونال تشينج، تغيرات في الفصول، يعني في كائنات مثلا بتحب تعيش في الصيف، كائنات بتحب تعيش في الشتاء، الكائنات بتحب تعيش في ميه مالحه، كائنات بتعيش في ميه عذبه، فده بيأثر على الميه درجه حرارتها وبيأثر على الكائنات الحيه. برضه البراجراف دوت بالنسبه لي مش حافظ يعني، وديني بقى على الووتر كارنت. ودي احنا قلناها الووتر كارنت اللي احنا قلناها اللي هي ايه؟ قلت لك ان الميه ممكن تتحرك من، بدل ما تتحرك هوريزونتال، بدل ما تتحرك موجب العرض تتحرك موجب الطول. قلت لك الميه اللي تحت بتبقى تقيله واللي فوق بتبقى خفيفه، فالميه التقيله تطلع للخفيفه فتنقل معاها ايه؟ تنقل معاها الاكل لفوق. فيقول لحضرتك ان في كارنت في الميه بيأثر على توزيع الاكسجين والاكل، الاكل اللي تحت بيطلع فوق والاكسجين اللي فوق حبه منه ينزلوا تحت. تبديله، النيوترينت تطلع فوق والاكسجين ينزل تحت. خلاص كده نبقى الحمد لله تعالى خلصنا قراءه الجزء بتاع تشابتر السوليوشنز. اتمنى ما اكونش طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.